أود يعني برأيي أنه أريد أستوضحك بمسألة. يعني هل هناك اختلاف بين المذاهب الإسلامية فيما يخص حقوق الإنسان؟ يعني وأيضا يعني إحنا أيضا نعرف يعني سؤال ثاني أنه معظم الدول الإسلامية نعرف أنه هي موقعة على حقوق الإنسان، كيف يستقيم الأمر برأيك؟ الدول الإسلامية طبعا الدول الإسلامية ليس لها علاقة بحقوق الإنسان، إنها دول ديكتاتورية، فهي لا توافق على حقوق، لا حتى لو موقعة هي موقعة على الأستاذ محمد صالح هو قضايا خطيرة جدا في المدونة الإسلامية أو في الدين الموروث، وأنا أعتقد هاي كلها يجب أن تناقش بصراحة وبجدية. هي اعتراضات وجيهة من قبله، ويكفي أن نهرب من مواجهتها. ربما هنالك أناس متدينون نحترمهم ونقدرهم، لكن هذه أسئلة حقيقية الآن لم يعد بالإمكان تجاوزها. كانت هنالك يعني مشاكل في الاتصالات بين الناس في انتقال المعلومات، الآن الأمر أصبح مكشوفا وواضحا أمام الجميع، ولم تعد هنالك أشياء تخفى. برأيي أنه علينا أن نكون واقعيين ونواجه هذه القضايا. فهو كما تفضل أستاذ، يعني فقط حاولت أن أملئ الفراغ. يعني لا، والفكرة أنه أنت موضوع حقوق الإنسان في المذاهب، طبعا إحنا عندنا المذاهب الرئيسية هي الأربعة ليس فيها حقوق الإنسان، لأن هي أصلا يعني نتاج هناك طبعا بعض المذاهب المنقرضة، ولكن حتى هذه المذاهب المنقرضة مثل مذهب يعني الليث والسفيانين والأوزاعي وغيره، يعني هؤلاء هذه المذاهب المنقرضة ليس لها قيمة كبيرة، لأن ما حدا بيتبع، ولكن المذاهب الأربعة المشهورة لدى السنة هذه ليس فيها حقوق إنسان. أما المذهب الجعفري أو الاثنى عشري هذا كذلك ليس له علاقة بحقوق الإنسان، لأن نفس المنهجية، ما عدا في بعض النصوص أن فيما يتعلق بالقتال هم لم يؤصلوا للقتال بنفس العقلية، بسبب أن المذهب الجعفري يعتمد على مسألة الإمام الغائب، والإمام الغائب هو الذي يقوم بعد ذلك بفرض هذه الأحكام، ولذلك هذا الكلام كله سيحصل عند المذهب الجعفري بعد ما يطلع الإمام الغائب الذي هو يعني محمد المهدي، ويخرج ويقيم الحدود ويعمل كل هذا الكلام. إلى ذلك الوقت طبعا حصلت هناك محاولات، مثل ما هو عند الإسماعيلية، ومثل ما هو عند الزيدية، ومثل ما هو عند الصفويين، ثم بعد ذلك أجى الخميني وحاول أن يعمل محاولات في موضوع ولاية الفقيه. كل هذا الكلام يجعل المذهب الاثنى عشري أكثر سلاسة في التعامل، ولكن كذلك نفس الكلام، عندهم حد الرجم، عندهم حد القتل، حد الجلد الزائد، شارب الخمر، قتل المرتد، سحق المرأة، بل مفاخذة الرضيعة، إلى ما هنالك من هذه الفتاوى الشاذة. ولكن المذاهب السنية ليس فيها حقوق إنسان طبعا بطبيعة الحال، وإنما هي يعني كلها فيما يتعلق بالقتال، فيما يتعلق وهناك بعض الآراء التي تعتبر في بعض الأحكام أقل، يعني وقالوا إنه مثلا المرتد ممكن يسجن ولا يقتل، مثل ما عند بعض الأحناف يعني، ولكن الكل متفق على إنه المرتد المفروض إنه يقتل، وبالتالي لا عبارة بذلك. التي بين قوسين كلمة الزاني، أنا ما أحب كلمة الزاني، لأن كلمة الزاني هي كلمة قبيحة سخيفة، يعني من إنتاج الأديان من اليهودية إلى 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 الإسلام، ولكن نستخدمها يعني بسبب يعني توضيح الفكرة. يعني الزاني يرجم، الزاني أما يجلد أو يرجم، شارب الخمر يجلد. نعم. أستاذ تقلت أن المذهب أنه المذاهب تفرض ولاية القرشي أما من بني هاشم أو القرشيين، لكن كما أنا اللي أعرف أن الخلافة العثمانية قامت، أو هي أصح السلطنة العثمانية، لأن هذا تعبيرهم الهم، يعني بالعثمانية يسمون نفسهم السلطنة العثمانية، العرب يسموهم خلافة عثمانية، هاي قضية أخرى، لكن الخلافة أو السلطنة العثمانية تقول بأن أو تبنت المذهب الحنفي باعتبار أن الحنفية يجيزون إمامة غير القرشي. نعم، هو السلطنة العثمانية أو الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية
هم يعني اعتمدوا على أقوال بعض العلماء الأحناف، وطبعا قديما كان في الباقلاني الذي قال، وهذا ذكره ابن خلدون في مقدمته، بأن وذكره غير واحد من يعني القدامى أيام العباسيين ما كانوا يقولون بجواز الخلافة في خارج قريش، ولكن ابن خلدون ذكر ذلك، وذكر قول الباقلاني بأن الخلافة ممكن تكون خارج قريش، وهو مذهب قديم للخوارج. ما كانوا الخوارج على فكرة ما كانوا يعترفون بخلافة قريش، وربما هذه أصلا يعني كان أحد الإشكاليات بينهم وبين علي بن أبي طالب. ولكن فيما يتعلق بكلام الباقلاني، الباقلاني يقول إن عجزت قريش يعني أنها تخرج وتقوم بأعباء الخلافة، وكان في غيرهم القوة وقاموا بهذا الكلام، جازت إمامته، ليس كأصل ولكن كحالة يعني كموجودة كأمر واقع، وبالتالي إمامته صحيحة. فبالتالي الذين قالوا بخلافة بني عثمان هم شافوا أن الخليفة في مصر، لأنه في ذلك الوقت ما كان في خليفة، كان في خليفة الصوري في مصر عبارة عن شالوه ودول يعني هو خليفة وحتى ما كان له أي قيمة، يعني هذا الخليفة هو كان المماليك يحكمون البلد يعني، وفقط هو هكذا يعني قيمته أقل من قيمة الملكيات اللي موجودة في أوروبا، يعني الملكيات الموجودة في أوروبا يقال يعني. فبالتالي هما فالعثمانيين جابوه، قالوا شو شفت عمري دخلك بهذه الليلة يخرب بيتك، تنازل، قال أنا خلاص أنا متنازل وخلاص يعني اتركوني. وأنا عندي مشكلة مثلا، أنا عندي قضيتي أنا أعرضها، ما دام احنا موضوعنا هو الأساسي هو حقوق الإنسان، يعني عندي مجموعة من الاستفسارات، يعني المتن حديثك خلصته حتى لا أقاطعك يعني. نعم، أنا يعني قدمت مجمل الذي أريد أن أقوله، يعني الآن النصوص التي تسحق، وهذا الكلام على فكرة يستطيع أي شخص أن يتابع من ورائي ويأتي ويعيد هذا التسجيل، إذا أنت حضرتك راح تضع هذا التسجيل صح في القناة تبعك؟ نعم. شنو السؤال ما فهمت؟ لا، القصد أنه يعني إذا كان هو هذا راح يبقى تسجيل باقي، يستطيع أن يرجع إلى النصوص التي أنا ذكرتها. لا هو باقي يستطيع أن يرجع عنها ويرى هل كلامي فيه ذرة مبالغة في الحكم الإسلامي. هكذا كان المذاهب الأربعة يتكلمون، هكذا هو قيمتك الإنسانية في هذا. أنا اللي أشوفه شيء ممتاز أنه أنت متبحر في هذا الموضوع، وكما البارحة كان عندك لقاء مع صديقي أرنس قلت بأنه كل هاي الفتح الباري الآن خلفك، موسوعة فتاوى ابن تيمية أعتقد 37 مجلد، أنا قاريهن أيضا ترى بالمناسبة، مرة كنت مجنون وقريتهن 37 مجلد، أنا كنت أسميهن عتاوي ابن تيمية على كل حال. فهذه كل هالقراءات خلتك تطلع على تفاصيل دقيقة، فهذا يسد التساؤل أن المشكلة كبيرة أمام الدين الإسلامي أو أمام المتدين المسلم، أنه أنت الآن تعيش في عصر فيه حقوق الإنسان، فيه مفهوم الحقوق، فيه مفهوم الإنسان بمعنى المعاصر، لكن كيف تواجه هذه المسألة؟ هذه مسألة لا يمكن تغافل عنها ولا يمكن تأجيلها، لأن الآن عندما حتى المسلمين عندما تقول لها ليش تلبسين حجاب تقول لك هاي من حريتي، يعني هي تستخدم مفهوم علماني وحديث للدفاع عن معتقد ديني، بمعنى آخر أن الدين أو الخطاب الديني بدأ يتعكز على العلمانية أو العلمانية أو العلم لكي يدافع عن نفسه. هذا استسلام بمعنى من المعاني، أنه أنت تخلط بين القيم فقط بمجرد الدافع عن عينك الديني. هاي قضية. يعني السؤال الأول وهذا راح يكون عن هذا الموضوع وكيف يعالج المتدين المسلم هاي الإشكالية، بعد ذلك راح أتحدث عن مقاصد الشريعة وأيضا مقولة للبرهان غليون، فتفضل. أما فيما يتعلق بالمنظومات الإنسانية التي تخلي هناك يعني مساحة للممارسة الفردية، وبالتالي كثير من المسلمين والمسيحيين وأبناء الديانات والمعتقدات الأخرى من أصحاب التصورات الماورائية، هؤلاء الناس لقوا ضالتهم في هذه المنظومات المادية التي احترمت الإنسان واحترمت خصوصيته واحترمت أنه يحق له أن يمارس نشاطه الديني في دائرته الشخصية، فهو ما عنده مشكلة في ذلك.
ولذلك تأتي هذه المرأة وتقول أنا هذه حرية شخصية الحجاب. طب هل كذلك حرية شخصية عندما بنتك لا تمارس الحجاب أو لا تلبس الحجاب؟ وقتها نستطيع أن نعرف الحرية الشخصية إذا هي مؤمنة به كمفهوم عام أو مؤمنة به فقط لما يكون في صالحها. وهذه إحدى الإزدواجيات التي عند كثير من المسلمين لما يأتون إلى أوروبا، لما يأتون وينتقدون النظام وينتقدون الكلام وينتقدون الديانات وينتقدون السياسة وينتقدون أي حاجة، يقول نعم هذه حرية شخصية. ولكن لما شخص يأتي ويمارس نفس هذه الحرية الشخصية في معتقداتهم وفي مقدساتهم لا يقبلون بها، يقول أنت تستفز مشاعرنا. وهذه حالة من الإزدواجية الشديدة التي تصل إلى درجة النفاق الديني والنفاق الاجتماعي لدى هؤلاء الناس الذين يعيشون في مجتمعات يعني تمشي بمعايير حقوق الإنسان، بينما هم في حقيقتهم لا 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 يلتزمون بهذه المعايير مع أنفسهم ومع أهاليهم ومع يعني ذريتهم ومع يعني المجتمع الصغير الذي يعني يحاط بهم. وهذه إحدى الإشكاليات الكبيرة جدا التي يعني موجودة لدى الشعوب الإسلامية. طبعا قسم يعني لا بأس به، لا أستطيع أن أقول الكل أو الأغلب، ولكن قسم كبير قطعا لديه هذه الإشكاليات سواء من المحجبات أو غيرها. ثم نفس هذا الكلام أنت الآن لما تأتي وتقول الحرية الشخصية لدى هذه المرأة ولنرى زوجها هل يقبل الحرية الشخصية، أو هي نفسها هل تقبلينها الحرية الشخصية إذا بنتك راحت مارست الجنس خارج إطار الزواج، أو ابنك تحول إلى إنسان مثلي أو بنتك تحولت إلى إنسانة مثلية، هل تقبلين بذلك؟ لا تقبل بذلك. لذلك عملية الاستفادة من الحرية الشخصية كشعار فقط يرفعونه وهم لا يؤمنون بمحتوى، مثل هؤلاء الإسلاميين الذين يريدون ممارسة الديمقراطية للوصول إلى الحكم، بينما لما يتعلق الموضوع بإقصاء الشريعة بنفس المعايير الديمقراطية لا يقبلون بذلك. وبالتالي لا، الشريعة لابد أن تكون مهيمنة وحاكمة وكل هذا الكلام. لذلك هذه من النفاقيات الإسلامية اللي موجودة. لكن هاي هناك وجهة نظر يقول لك بأنه هو المسلم يشعر بأنه في حالة حرب وأنه في حالة يتعرض إلى هجوم، وعليه أن يدافع عن نفسه بكل الأسلحة، يكذب، ينافق، أو يستخدم أسلحة الآخرين ومفاهيمهم وقيمهم. هذا وجهة النظر تقول تبرر لك، تبرر المسلم أو يقتنع المسلم بأنه يمارس فعلا دفاعيا مشروعا. المعذرة، لو تعيد الكلام مرة ثانية أستاذ. يا أقصد مثلا أنه عندما يشعر المسلم بأنه هو في حظيرة الدين وأنه في حالة دفاعية، فبالتالي يجد أن من المبرر له أن يدافع عن نفسه بكل الأسلحة، ومن بينها استخدام أسلحة الآخرين أو طبعا قيمهم وأخلاقهم. فبالتالي يبدو أنه يشعر المسلم مع نفسه أو المتدين المتعصب أو المؤمن بوضعه أنه يقوم بفعل حسن. كيف ترد على هذا الشخص؟ كيف توضح له الحقيقة؟ أنت ما تستطيع أن تعمل له أي شيء غير أنك تبين كمية الإزدواجية التي لديه، لأن المعايير الحقوقية الإنسانية أو معايير حقوق الإنسان هي لا تنطبق مع المعايير التي موجودة في الشريعة الإسلامية. فبالتالي أنت إذا أردت أن تستفيد من حقوق الإنسان كن صادقا وقبل ببقية المعايير اللي فيها، ونفس هذه المعايير التي أنت تستخدمها مثل الحرية الشخصية، حرية الاعتقاد، أعطيها لغيرك أيضا في شريعتك بين قوسين الغراء. فأنت كما تعطي لنفسك حق التدين أعطي لنفسك كذلك حق الردة، كما تعطي لنفسك حق الحقوق أصلا. أولا أنت كما قلت ولا يؤمن بذلك، ولكن هو يعتبر نفسه عابد يعني. ما هو هذه الفكرة، أنت لابد أنك تضعه في أمام هذه المعضلة. أنت تعاني من ازدواجية وترفع صوتك بذلك. ولذلك إحنا وإن كان كلامنا لا ينتقد يعني شخص بعينه، ولكن هي ظاهرة نتكلم عنها بصوت عالي لكي هذا الشخص كذلك يرى نفسه في أي دائرة هو، وقديش هو قبيح هذا الذي يفعله مع نفسه ومع الآخر، وقديش هو محتقر لنفسه ومحتقر من شريعته ومن معتقده وتصور. هذا كلام لا يحتاج أن الناس يعني يطلقونه بشكل كبير جدا ويتكلمون عنه بشكل واضح.
ولكن طالما أنه ما توجد هذه هذا الكلام الصريح الواضح وفك هذه المغالطات أستاذي، فبالتالي الناس ستبقى هكذا، وإلا كيف تبتدأ عملية الحداثة والتنوير والتفكير وصناعة الوعي؟ لابد أننا نفكك كل هذه المعاني ونفككها ونضعها في قوالبها المفهومة لدى الفرد، وليس فقط لدى النخبة المثقفة. أتفق معك تماماً، أنه هي المشكلة الخطيرة أعمق من هذا من وجهة نظري، أو من وجهة نظر بعض اللي طلعت على أقوالهم، أنه المسلم أو الكائن المسلم أو المخلوق المسلم ذات مسحوقة تماماً، تم سحقها عبر التلقين وعبر الوعظ المتكرر والمستمر، تجد في كل شارع وفي كل زقاق جامع أو جامعين هاي عملية الضخ المستمر لنفس نفس الأفكار ونفس المنطلقات التي تحث الإنسان على أنه عبد، ليس إلا عبد، وعليه واجب أن يقدم كما يقال التكاليف، أنه ليس لديه إلا أن يقوم وليس حقوق. لاحظ الفرق. هذا حين على مسألة أساسية. لو تسمح لي فقط أريد أن يعني أعلق بوجازة في هذه النقطة، أن كثير من الأوقات نحن نعتقد أن هذا الشخص هو نتاج هو وصل إلى هذه المرحلة من ولا شيء، وهذا الشخص هو كان طفل مثله ومثل المرأة، كانت طفلة، فلما كبر ونشأ وغسل دماغه ولقن هذه المفاهيم ووصل إلى هذه المرحلة، هذه النتيجة نتيجة عملية يعني تربية، عملية تلقين، عملية كيف نستطيع نقول ترويض أو عملية تعبيد لهذا الكائن الذي اسمه الإنسان، لأن ما وصل إلى هذه الدرجة من العبودية العبودية في رأسه، فهو ليس يعني في مراحل البدائية وخرج بهذا التفكير، وكان طفل ولقن بهذه الطريقة ووصل إلى هذه النتيجة. أنت عشان تستطيع تغير هذا الكلام تحتاج وقت طويل، تحتاج صبر، تحتاج ضبط، تحتاج أنك تكرر مثل ما يقال، يعني أنا أردت أن المعلومة تثبت لدى المتلقي كررها 10,000 مرة، فإحنا نحتاج أن نكرر هذا الكلام. يا نظرية جوبلز، نظرية جوبلز وهتلر، أي صحيح. هناك أنا لاحظت أنه هناك شعور من قبل الطبقة الدينية المهيمنة أو المؤسسات الدينية بشكل عام على أن القضية خطيرة جدا، وهذا كما يعني ردود أفعالهم الرئيسية كانت تبينت بالنسبة لي من خلال وضع أقسام جديدة تدرس ما يسمى مقاصد الشريعة، هاي اللي اشتغلوا عليها من تقريبا من السبعينات ثمانينات، وكان عابد الجابري واحد من أبطالها، أنه استرجعوا التراث الشاطبي وقالوا وجدنا الحل، وهذه مقاصد الشريعة ستكون هي البديل عن حقوق الإنسان، لأنه يعني هذا. وبعد ذلك تجد أن هناك جامعات تأسست وفق هذا المبدأ أو الفكرة مقاصد الشريعة، وأيضا هنالك شهادات دكتوراه حول مقاصد الشريعة، وكأنهم وجدوا. ولكن معليش أستاذ منصور، قل لي ماذا تقصد بمقاصد الشريعة؟ لأن مقاصد الشريعة التي نحن ندرسها في الفقه الإسلامي ليس له علاقة بالذي تقول، يعني مقاصد الشريعة ليس أنا الذي أقول، ليس. نعم أنا فاهم عليك. مقاصد الشريعة الذي نحن ندرسها هو وضع خمسة عقوبات عشان خمسة مقاصد، للحفاظ على خمسة مقاصد. هذا رد جميل. هذا رد. نحن ندرسها هو حد الردة للحفاظ على الدين، وحد الرجم أو الجلد للحفاظ على الأنساب، وحد السرقة للحفاظ على الأموال، وحد شو بيسموها، حد شرب الخمر للحفاظ على العقل، ويعني لا تحضرني الخامسة، ولكن هي هكذا، هذه هي مقاصد الشريعة يعني. ولذلك جعلوا خمسة حدود للحفاظ على خمسة أمور يعني في الشريعة، هذا الذي ندرسه في مقاصد الشريعة. ولكن أنا ظن تصوري حضرتك تقصد مسألة ثانية تماما. لا، هو هاي قلت لك إن هم وجدوا كأنما وجدوا الدرة اليتيمة، وقالوا بأن هنالك يعني سنعالج مشكلة تعارض الماضي أو النص التراثي أو النص المنقول أو الموروث المقدس مع واقع الحال، باعتبار أن هذا النص
سيجيب على كل الأسئلة. ف يعني وهذا من مقاصد الشريعة هي أنه على الإنسان أن يكون عبدا، يعني من مقاصد الشريعة، مقاصد الأساسية للشريعة أنه كل الناس يكونوا هم عبيد لله، بمعنى عبيد للحاكم. هي بصراحة يعني هي هو للحاكم أو عن من ينوب عنه في النهاية. أيوة في نهاية المطاف إيه؟ هو في الدولة الإسلامية أستاذ منصور في حاجة اسمها المحتسب. هذا المحتسب هو الذي يمشي في الشارع مثل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأنت في نهاية المطاف لا أنت حاكم للخليفة ولا للوالي ولا للقاضي، أنت في نهاية المطاف راح تصير يعني عبد، عفوا مش حاكم، تصير عبد لهذا المحتسب اللي يمشي في الشارع، هو صح. الذي يقرر لك حدودك يعني في نهاية المطاف. نعم. هو أكو سؤال مثلا عن مسألة بالفترة الأخيرة صار حوار مع المشكلة، مشكلتنا هي كبيرة، أنه هنالك من يعتبرون محسوبين على التنويريين وعلى العلمانيين، لكنهم عندما تسألهم يجيبون أسئلة متواطئة مع الخطاب السائد، مع خطاب السلطة الدينية والسلطات أو مع الرأي العام بشكل عام. الرأي العام هو أكثر في بنسبة الغالبة هو يعني واطئ المستوى ومتخلف زمنيا وحداثيا وعقليا وفكريا وكل الأصدى. اللي رأيه هو طرحه مفكر هو برهان غليون، قال إن العبودية لله هي القضاء على استبدادية البشر، وهذا ذكره أيضا في كتابه بعنوان اختيار العقل. ما هو هذا كلام سخيف يعني، والاستبدادية البشر هذه يعني أنت تشرعنها من خلال استعباد الإنسان لله من خلال وكلائه الذين هم العلماء الذين يحددون لك ماذا يريد الله في نهاية المطاف. يعني شو هو استبدادية البشر؟ بل بالعكس، مشكلة هذا الاستبداد الحاكم هو قد يذهب وتأتي بعده النظام الديمقراطي، ولكن هذا العالم وين راح تسوي؟ تقول أي كلام راح يقطع رأسك، مش لأنك أنت مخالف للحاكم، ولكن لأنك مخالف لله يعني. طبعًا سيف الله هو أعظم من سيف الحاكم يعني. طبعًا هو أعتقد برهان غليون لاقنها من ابن باز أو ابن عثيمين أعتقد، هو قال هذا الشيء، إنه أنا حتى تخلص من نفسك الأمارة بالسوء أنت تخلص من عبوديتك إلى نفسك، وليس يعني فيصور مفهوم حرية الإنسان على أنها تحرر من او استعب، يعني حول المساله لا بشكل مختلف، قال انه الانسان يجب ان لا يكون عبدا لذات لنفسه، انما عليه ان يكون متحررا من ذاته، يعني قلب مفهوم الحريه. هو قالوا على اساس انه احدهم لما قال اعتقد كان ربيعي بن عامر لما ذهب الى اعتقد ما ادري كان مع رستم ولا مع كان مين، لما سألوا أنتم ماذا تريدون؟ قالوا نحن أتينا لنحرر عبادة، لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ما هي النتيجة في النهاية يعني مستوية يعني. شو الفرق بين عبادة العباد وعبادة رب العباد؟ ما هو أنا إذا كنت عبدت هذا النار ففي النهاية أنا أحتاج إلى أن شخص يعلمني كيف أعبد هذا النار، وأنا إذا عبدت الله ففي النهاية راح أحتاج شخص يعلمني كيف أعبد الله. فأنت ما أتيت وأخذت هذه البلدان وتقول لهم يا جماعة ترى يعني أنتم أحرار ماذا تعبدون؟ لا، أنتم جيت عندهم وقلت يعني يا أما الإسلام أو السيف، يعني ما عندك خيار آخر كرجل مشرك. إذا كنت من المحظوظين وكنت مسيحي أو يهودي أو مجوسي يعني من الزرادشتي أو كذا، ممكن تأتي وتقول عليك أن تدفع الجزية، هذا الخيار الثالث اللي موجود عندك. يعني أنا ذكر أنه برتراند راسل مقولة عند مشهورة قال بأن نظام الحقوق الديني فيه تناقض كبير، فكيف يقول أن الزاني بالنسبة لهذا النظام الحقوق الديني أشد خطرا ويستحق العقوبة في الوقت نفسه، المسؤول المرتشي ويأخذ الملايين والمليارات لا يعتبر آثما. فكيف أنا أقول لك أكثر من هذا يا أستاذ منصور، إحنا نعرف حكم الزاني في الشريعة الإسلامية، ما هو حكم المختصر؟ ما هو؟ لا يوجد. نشوف هاي مفارقة، هاي مفارقة أقوى. لا يوجد حاجة عندك في الشريعة الإسلامية اسمها حكم المختصر. لا بد أن تعمل قياس على أي شغلة ثانية. يعني هذا الذي ذهب ومارس الجنس مع امرأة يحبها وتحبه وتناغم جسديا مع بعض، هذا الاثنين يرجمون.
هذا الذي يذهب ويختصب امرأة. صاحبنا نسى أنه يقول شو حكمه يعني. إيه لا. فأنت وخيالك بعد. لا لا مش مهم، لأنه هذا الرجل يقول لك رجل هو قبضاي أو هنا أكو صديق عندك يقول البارحة كانت هناك ندوة في الأزهر للرد على مغالطات محمد صالح، وإن شاء الله بتعبيره سيكون هناك في الأيام القادمة علماء شباب من الأزهر، ما أعرف ليش شباب يعني ليش مو شياب مثلا، وسيعملوا بتوث على التيك توك للشباب الصغار. ما لا إذا هذه ما كانت نكتة فهذا يعني أنا ما أعتقد أن هذا الكلام صحيح يعني. هو من نفسه قال يعني. أنا ما في هذا الكلام. إيه. برأيك إنه كيف للمسلم أو المتدين أو العربي استعادة حقوقه؟ استعادة حقوقه العقلية ولا حقوقه المادية يعني؟ يعني باعتبار أنه الإنسان الآن أصبح كائناً حراً مستقلاً منفرداً، وكل إنسان يشعر بهذه المسألة أصبحت عرف عام، ليس لا يمكن لأي دين ولا أي معتقد أن يزيف الأمور كما حدث سابقاً. ربما هذا فكرة العبودية لله أو للحاكم أو للسلطة نتيجة زمنها، لكن الآن الإنسان أصبح يعرف بأنه إنسان ولديه حق ولديه قدرات خاصة ولديه مزاج الخاص ولديه حاجات الخاصة ولديه محصلة حقوقه. الآن الدين كيف يواجه هذه المسألة؟ هل يستطيع حل هذه المشكلة؟ إيه هذا أكيد، لأن ببساطة شديدة إحنا عبارة عن مجموعة تراكمات. هذه التراكمات التي لدينا مثلا الذين عمرهم من 60 و70 هذا يكون عندهم تراكمات كثيرة، أغلبهم يكون عندهم صعب أن يبنوا منظومة جديدة، فهو يعني عقليته هو متأثرة بالتراكمات التي جعلته هذا الإنسان، سواء من الناحية التقاليدية العرفية أو من الناحية الدينية. الذين عمرهم من 50 و60 و40 وكذا تأثيرات أقل، وهكذا لأن كل ما تنزل من الأعمار كل ما صارت التراكمات أقل وتأثيرها أقل كذلك. لذلك أنا أقول الأجيال القديمة أغلبها صعب أنك أنت تشتغل معها بشكل كبير وتعمل عندها نقلة نوعية في التفكير، وإنما ممكن أن تعمل نقلة بسيطة جدا في التفكير، وإنما التعويل الأساسي المابد أن يكون على الشباب الجيل الألفينات والذين تراكماتهم جدا قليلة، وتأثيرهم بعلماء الدين وبرجالات الدين وبأصلا ما الجيل الألفينات لا يقرؤون كتب، وأنت يعني تعرف ذلك أستاذنا، جيل الألفينات من فوق نادرا ما ترى شخص منهم مثلا يفتح كتاب كبير ويجلس ويقرأ ويبحث ويدور ويعني يعطي يعني هكذا، لأن ما في هذه الجلدة، لأن أنت أمام يعني عصر سريع إيقاعه سريع جدا، إيقاعه يعني أنا ممكن أستمع لعشر دقائق ربع ساعة نصف ساعة، ولكن هذا في حالات، أما قضية أني أجلس أقرأ نصف ساعة هذا أغلب الشباب ما بيعملوا هذا الشيء. ولذلك التأثير المنظومات الدينية عليهم والقراءات والكتب الدينية قليل جدا. التأثير السمعي أنا أستمع شوية لهذا العالم، لهذا الشيخ، لهذا النشيد، لهذا اللطمية، لهذا المقولة، لهذه الأغنية، لهذا الشخص، لهذا الحوار، لهذا كذا، عنده مجموعة من شو بيسموها من الاحتمالات الكثيرة جدا قدامه، وهذا يبني لديه وعي مختلف عن الوعي الذي نشأ خلال يعني 3-4-5 قنوات رئيسية كانت عنده في منطقته، الذي هو قناة البيت وقناة المسجد وقناة التلفزيون وقناة الكتب، والكتب التي هي أصلا يعني محدودة الآفاق، يعني أنت تعرف أن ما كان كل حاجة يسمح به أن يدخل لدى كل الناس يعني، أو وقناة المدرسة. فبالتالي هؤلاء الشباب الذين نحن نراهم الآن، هؤلاء إذا استمر هذا الخطاب التنويري أو هذا الخطاب الحداثي عليهم سيقوي لديهم هذه عملية النزعة الحقوقية، النزعة الإنسانية. طيب أنت عندك حق، أنا عندي عقل، أنا أستطيع أن أفكر. هذا الكلام إذا اشتغلنا عليه صح وصارت هناك أرضية قوية فيما يتعلق بتوسع دائرة الناس من ذوي النزعة الإنسانية، هذا الكلام ممكن يؤدي في نهاية المطاف إلى 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 اختيار بعض القوى السياسية أن يستبدلوا القوى الدينية
بهذه الجماهير المثقفة وبهذه الجماهير الموازية لهذا التيار الديني. ولكن قبل هذا احنا لازلنا لأن نعيش مرحلة الوعي، ويعني لازلنا نعيش يعني مرحلة بحاجة إلى أننا نمشي فيها بكثافة، وبنفس الوقت لا نستعجل المراحل القادمة. وقبل ما نأتي إلى مسألة الحلول، لأن احنا عندنا دائما، أنا يعني حتى بلاحظ هذا الكلام أستاذي بشكل كبير جدا، دائما نقفز إلى الحلول، ما هو الحل ما هو الحل. أنت تحتاج أنك تفهم ما هي المشكلة أصلا، يعني المشكلة عبارة عن مجموعة من التعقيدات، أصلا تحتاج أنك يعني من الـ 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 تفككها وتفهم مغالطاتها وتفهم إشكالياتها. بعد ذلك عندما يكون عندك هذا الوعي لتفكيك المشكلة الظاهرة وفهمها وفهم أسبابها، تستطيع أن تضع حلول مناسبة لها. وفي تصوري الشخصي يا أستاذي أن أمثالي وجيلي يعني لن يكونوا هم الذين يقومون بالحلول، الحلول ستأتي بطريقة ارتجالية بحتة من قبل شباب يعني واعين، شباب لا يكونوا متأثرين بنفس الرواسب التي على أمثالي ومن على شاكلتي. يعني هناك للطرافة شوية طر الجو، يعني يعني هناك احنا حد موضوعنا هو حقوق الانسان، لكن ماذا عن حقوق الحيوان؟ خاصة لان الاضاحي صار ايام قريبة، يعني الناس كانت تقدم اضاحي، و يعني ما رايك بهاي المسألة؟ يعني حقوق الانسان، حقوق الحيوان والبيئة وما الى ذلك، واللي هي ايضا طبعا فوقها انه أكمل بعدين أكمل لك. أنا في تصوري أن موضوع حقوق الحيوان لا شك أنها يعني أمور تحتاج أن نتوقف عندها، ولكن ما قيمة هذا الكلام ونحن يعني نسحق أنفسنا ونحن نسحق بعضنا إلى حد يعني كسر العظم. يعني فبالتالي ليس بالنسبة لي موضوع حقوق الحيوان ليست أولوية إلا إذا رأيت منظر شنيع كذا. ولكن ورغم ذلك يعني أريد أن أقول يعني أنه أنا بما أني إنسان لست نباتي فلا أعترف كثيرا بحقوق الحيوان بالمعنى العام عند النباتيين، يعني فأنا من أكلي اللحم ومن أكلي الطيور ومن أكلي الأسماك، فأنا يعني ليس لدي هذه العقدة الحيوانية، يعني بل أرى أنه أنا إنسان كنت ولا زلت أكل الحيوانات، يعني كتاريخ السلف الذي لدي كنا عايشين على الحيوانات وسنبقى كذلك. ومشكلتنا هي ليست في أكل الحيوانات، وإنما مشكلتنا في أكل بعضنا البعض. لما نستطيع أن نصل إلى منظومة إنسانية متكاملة نستطيع أن نصل إلى منظومة نراعي فيها الحيوانات. يعني كيف لا نتوقف عن أكل بعضنا البعض؟ وأنا أشوف أنه الدين عندما تشوف تعاليم الدين تشعر بأن حرب التي يخوضها المبتدئين والإسلامي تحديدا حرب لا نهاية لها، وكأن القانون الأساسي للحياة هو قانون حرب حربي، وفكرة السلام غير موجودة. هاي أنا أعتقد إلها صلة بموضوع حقوق الإنسان، وغياب حقوق الإنسان وغياب أي أمل لمراجعة هاي القضية. طبعا هو موضوع الحروب الدينية نحن استطعنا أن نحد منها كثيرا كمجتمع إنساني كامل، يعني مش أنا وأنت، يعني استطعنا أن نحد منها كثيرا مقارنة بما كنا نعيشه قبل 100 سنة 200 سنة 300 سنة 500 سنة. الآن الحروب الدينية أقل بكثير، لم نستطع أن ننهي الحروب، ولكن حتى على مستوى الحروب لازلنا نتقدم في هذا المجال، والوعي الإنساني في ارتفاع مستمر، والضغوطات الشعبية على الحكومات وعلى رؤوس الأموال وعلى أصحاب الشركات وعلى السياسيين لا زالت مستمرة. إلا في عالمنا التعيس فنحن لازلنا نعيش بعقلية القرون الوسطى، وهذا الكلام طبعا قبل أن يزداد الوعي لدى الناس ستبقى خطورة اندلاع مثل هذه الحروب الدينية دائما وأبدا. وجماعة الرايات السود ممكن أن تخرج لنا في أي فرصة جديدة. يعني طبعا انا اللي يعني بانه يعني الجوهر الدين الاسلامي او الدين بشكل عام هو جوهر عدائي ويفصل بين الناس ويغبن حقوق الاخرين، ويعتبر الحقوق هي خاصه او وليس الحقوق، يعتبر انه جماعه المؤمنين او المصلين لديهم حقوق جمعيه وليس فرديه، حقوق العبيد انه يصلون يؤدون الفرائض. عموما
هناك مقولة إن ما دام إحنا بعدنا شوي موضوع الأضاحي، يقال بأنه أو سمعت أعتقد أنه الرسول لم يضحي في حياته. من أين جاء؟ بلى ضحى. وحتى يعني في حديث أنه كان يعني لما قال له أنه تقدم الهدي وتروح تذبح في السنة التي قام بها يعني وأجل الحج في العام الذي حصل فيه صلح الحديبية، ثم بعد ذلك كمان كذلك كمان قدم الأضاحي. لا هو كان يقدم الأضاحي. أيوة هو بس وقع أعتقد كنت فترة الجاهلية قال كان يضحى. لا حتى في الإسلام قدم شات أو شيء لهبل. لا ما 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 أعرف شغلة بهذه الطريقة. لا حتى كان هو كان اللي قال خال عمر بن الخطاب ده نسيت شو اسمه، كان واحد من الأحناف، فقال له أنا ما أقدم أضحية للهبل. المهم عموما موضوع الأقليات، حقوق الأقليات كيف؟ لا يوجد في الإسلام حاجة اسمها أقليات. في الإسلام فيها حاجة اسمها مسلم وكافر، والكافر هما نوعان، يعني نوع أنت ممكن تأخذ منهم الجزية، وهؤلاء يعيشوا وفق قوانين الجزية، يعني في مجتمعات مصغرة ليس لهم قيمة، أذلاء، حقراء، يعني بالضبط مثل ما وصفه القرآن لك، حتى يعطوا الجزية تعيد وهم صاغرون وهم على الصواب، هم اليهود والمسيحيين. وطبعا هناك حديث يقول أنه يعني سنوا فيهم سنة أهل الكتاب الذين هم المجوس، يعني عبدة النار والزرادشتية وسمي ماجد. وهؤلاء الثلاثة هم الذين يعني تأخذ منهم الجزية. طبعا البعض من العلماء قالوا الجزية هي شاملة في كل الناس، وهذا يعني محل باحث وخلاف لدى بعض الفقهاء، ولكن الصواب أنه خاصة بأهل الكتاب وبوجود النص في المجوسين في المجوس. أما بقية الناس ليس لهم وجود في الدولة الإسلامية، وإنما هؤلاء الناس يجبروا يا أما يدخلوا الإسلام أو يقتلوا، وقتلهم يعني هو عبارة عن أنك تقتل الرياجيل وتسبي النساء والذرية، يعني خلاص انتهي الليلة، ما في حاجة اسمها أقليات في الإسلام. إذا أوكي مثلا أنا عندما نأتي على المذهب السني أو المذهب الشيعي، كيف يتعامل مع حقوق أصحاب المذاهب الأخرى؟ يعني إذا كان مسلم مثلا هو لكن من غير طائفة، يعني شرعيا شرعا وليس الآن أكو طبطبة على الموضوع، لكن بالحقيقة هو الإشكالية كيف كانت أن قاضي القضاء هذا يكون يعني الذي هو مخول من الدولة هو الذي يحكم في هذه الأمور، يعني وهذا القاضي القضاء ممكن يكون من الشافعية، ممكن يكون من الأحناف، يكون من أي حاجة، فهو الذي عندما يحكم في مسألة خلاص هذا حكمه ساري على الكل، سواء على الشافعية أو على غيرهم. يعني أي يعني هو عموما أنا برأيي أن القول بأن المرأة ناقصة عقل لها علاقة ربما لها بمسألة العقل، لأنه يعني عندما يقول لك أنها ناقصة عقل ودين، معنى أنه العقل بالمنظور الديني ما له علاقة بالعقل الذي نفهمه، إنه له علاقة بمسألة أداء الفرائض، أنه الإنسان العاقل هو الذي يؤدي الفرائض، هذه حدود العقل في الدين. لا هو ليس فقط الذي يؤدي الفرائض، لأنه هو العقل هنا هم ذكر علماء الإسلام، يعني قالوا أن العقل هو الإدراك، يعني أن يكون لديك درجة متوسطة من الإدراك. هذا حدود العقل هو لذلك يعني هما جعلوه شرطا في كل الأمور، يعني قالوا أن الصلاة تجب على من؟ قالوا تجب على المسلم البالغ العاقل، يعني عرفت كيف؟ يعني أنت إذا ما كنت عاقل حتى لو كنت يعني ويطلق عليك اسم مسلم وبالغ أنت ولكن لست عاقل، يعني لديك طبعا كلمة مجنون هي كلمة قبيحة، أنا أعتذر عن هذه الكلمة، نحن نعرف بالضبط أنه لا يوجد حاجة اسمها مجنون، يوجد حاجة اسمها أمراض عصبية وأمراض نفسية يعني. ولكن الخلاصة هو الخلاصة هي أن أدواته أو شو بيسموها وظائف الدماغ لا تعمل بطريقة صحيحة فيما يتعلق بالأمراض العصبية، فهذا الذي يطلق عليه عندنا المجنون، يعني أو بالعراق يطلقون عليه مخبل يعني. يعني وظائف الدماغ لا تعمل بطريقة صحيحة. أي معناتها مفهوم العقل هنا القضية اللي لازم نثيرها. إنما عندما يتحدثون عن العقل في الدين أفلا تعقلون
وكأنما هنالك مساحة وفسحة ورفاهية للتفكير. والأمر عندما يقول أفلا تعقلون ما معنى؟ لا يوجد رفاهية حتى للسؤال أستاذي، يعني يقول لا تسألون شيئا إن تبدأ لكم تسوكم، أي يعني رفاهية يعني؟ هذا مجرد تملق يعني من قبل المتدين. حتى هم ذكروا ذلك، يعني حتى ذكروا الذين انتبهوا لهذه النقطة شافوا إنه التفكير يروح في مكان والنص في كوكب آخر، تمام؟ نعرف كيف؟ هم المعتزلة وما طبعا من بعدهم الشيعة، لأن الشيعة في نفس الاتجاه تقريبا الذين قدموا العقل على النقل إلى حد ما، ولكن ليس بشكل كبير، لأن الشيعة في نهاية المطاف لعن أبو السلسفير العقل كمان يعني. ولكن المعتزلة لما أجوا وحاولوا يعالج النصوص شافوا إيش هذا النص يعني، ولكن في دائرتهم الضيقة في بداية التفكير. إحنا نتكلم، إحنا لا نتكلم عن شخص يستطيع أن يخرج عن الإلهيات، ولكن إحنا تحت سقف الإلهيات قالوا كيف يكون لله يد؟ يعني قالوا إذا كان له يد معناه إحنا حددناه، وإذا حددناه فإحنا جسمناه وشبهناه، فإذا جعلناه كائن مثلنا، فقالوا هذا لا 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 يجوز ذلك في حق الإله، فإذا ليس له يد. وقس على ذلك، فجاء كلما أتى إليهم نص شافوا أن العقل يقول بخلافه، فقالوا أن هذا الكلام لا يصح، فصار عندهم هذه المدرسة الذي عرف بأنهم يقدمون أو هذه الطريقة أو منهج بتقديم العقل على النقل، أي بتقديم القواعد المنطقية التي لديهم الذي أغلبها ما أخذوها عن أرسطو، فقالوا أنه يقدموها عن النقل، أي أن النقل هذا لا يعتبر شيء، النقل الذي يوافق العقل نأخذ به، الذي لا يوافق العقل أما نؤوله أو نرفضه، يعني فإن كان هناك مجال للرفض نرفضه، وإن كان ما عندنا مجال للرفض مثل ما في القرآن نؤوله، والتأويل هو صرف المعنى عن ظاهر الكلام بقرينة، وهما العلماء الأثر قالوا بقرينة شرعية، وعلماء المعتزلة وأهل الكلام قالوا بقرينة عقلية، طالما عندنا قرينة عقلية نستطيع أن نؤول المعنى. فبالتالي فهؤلاء هم الوحيدين الذين حاولوا أن يخرجوا من إطار التفكير المحدود الذي يتقيد بالنص على طول الخط. أما غير هؤلاء لا يجوز لهم، يعني حتى أن المنطق كان من أحد علوم الزعني الذي قد يزندق الرجل بسببه، بمعنى أنه يعني أنت ممكن حتى الشافعي له مقولة أو تنسب له مقولة أنه قال أنه رأي في أهل الكلام أنهم يضربوا بالجريد ويطاف بهم بين الناس ويقال هذا من ترك كلام الله إلى كلام البشر وانشغل بكلام البشر، فتصور المسألة يعني. وكذلك الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين أو إحياء علوم الدين، فكان بعد أن حاول أن يدخل في الفلسفة ويرد على الفلاسفة وكذا، طبعا الرجل لأن إمكانياته العقلية كانت ضئيلة جدا يعني يدوب حاول أنه، فخرج من الموضوع تحول إلى رجل أثري أكثر مما كان في السابق، فبدأ يعني حتى رووا على أنه كان يقول يعني أنا على دين العجائز، على دين عجائز نيسابور، يعني هؤلاء عجائز نيسابور على أنه ما كانوا يعرفون لا يقرأوا ولا أي شيء، يعني لا بلا منطق بلا نيلة على يعني على قول إخوان المصريين. فالصوت مش مسموع أستاذ منصور، كأنك سكرت السماعات. هو الغزالي يعني عندما طلعت على سيرته كان رجل فخور بنفسه ويلبس أفخر الثياب ويسير في شوارع بغداد، ويبدو أنه في النهاية بعد هذه المسيرة التي دعا بأنه غاب 10 سنوات بحثا عن الحقيقة، بعد ذلك يبدو أنه استجاب لواقع الحال ورضي بأن يكون إماما عرمرما مسيطرا مهيمنا. عندي سؤال عن موضوع مهم ما دام احنا نتحدث عن الحقوق وهذا موضوعنا. هنالك من يقول حتى نعطي فرصة للردود، انه مثلا يقول لك انه من شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن، لكن هذه عندما نجي نقارنها بسورة التوبة نرى انها نسخت، والصراع محتدم، فهل هذا الصراع هو مجرد رش الرماد في العيون أو ذر الرماد في العيون، أم ما هي الحقيقة؟ يعني كيف هو من شاء فليم على أساس أن الله أعطاك حق الإرادة، نعم، حق الاختيار، أنت تختار أنك تكون كافر تقطع رأسك
تكون مسلم يحفظ دمك ويحصن دمك، عرفت كيف؟ فهذه هي الفكرة. حتى هذا الكلام فيما يتعلق بمسألة اللي يسموها القدر، الذي هو أنت مسير ولا مخير، هل أنت لك اختيار أم ليس لك اختيار، طبعا في جدلية بيزنطية سخيفة بين جميع الفرق. مفاد الكلام أنه لا يكون أمر إلا بأمر الله، يعني الله لو أراد لك أنك تكون مسلم لكنت مسلما، ولو أراد لك غير ذلك راح تكون غير ذلك. وبما أنه هو كتب السيناريو من ما ندري من ملايين ولا مليارات ولا تريليونات السنين، أيام ما كان عرشه على الماء وحاطط رجليه بالمية، ما نعرف شو كان بيعمل وقتها، من أيامه هو كاتب يعني السيناريو في اللوح المحفوظ، عرفت كيف؟ فأنت السيناريو موجود، فأنت هل تستطيع أنك تخرج عن هذا السيناريو؟ هنا السؤال، هل تستطيع أنك تكون مؤمن بخلاف الذي موجود في السيناريو الذي هو موجود فيه كافر؟ لا. هل تستطيع أن تكون كافر بخلاف السيناريو الذي موجود هناك أنك أنت مؤمن؟ لا. وهذا يحدد لك الآية القرآنية لما قال شو؟ إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فبالتالي أنت مشيتك راجع للي مشيت والاتباع الذكر المستقيم يعني. فأنت ما عندك حل. هو لا واحد تعليق ضحكني أو لطيف يعني طريف، يقول بعد فيروس كورونا 2020 اليوم أصبنا فيروس محمد صالح 2023. إذا يصبرون قليل، أنا الآن في شغل على اللقاح تبعه فالعملية راح تسهل. لا، في واحد الآن يشتغل يتوعد يقول شباب الأزهر جاهزين للرد على الشبهات. طبعا مفهوم الشبهات يعني ولو هو بعيد الموضوع حقوق الإنسان، إحنا لأن موضوعنا هو هذا الأساسي، ففكرة أن هنالك شبهات هاي حتى نربطها بحقوق الإنسان، معنى المعالي أن الإنسان غير موجود وهو مجرد عبد، وأن ليس له، أن كل ما يتلقاه هو مجموعة شبهات تحاول أن تخرجه أو تخرجه من حظيرة الدين والعبودية إلى حظيرة الشبهات أو الكفر. ما رأيك؟ هو الفكرة الشبهات هم على ماذا ذكروها؟ أنك أنت تأتي بفكرة، يا أما تكون فكرة بين قوسين منطقية، أو فكرة تبنيها على نصوص ناقصة، أي بمعنى أنك أنت كيف يعني تبنى الفكرة الدينية؟ الفكرة الدينية تأتي بالنصوص كلها وتبحث في علتها، يعني بمعنى أن الحكم يدور مع علة، يعني ليش عندنا هذا الحكم؟ بسبب علة معينة، فبتأتي وهكذا. فتأتي ماذا تفعل؟ تأتي بنصوص أو باقتباسات غير مكتملة تعطي فهم خاطئ، فهذه يسموها شبهات. وهذا الذي مثلا قالوا أن شبهة أن النبي مثلا قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، أو أن شبهة أن علي يعني قاتل معاوية، أو أن شبهة عبد الله بن أبي سرح أنه ارتد عن الإسلام وأنه كان يكتب القرآن من نفسه، يعني على أساس أنك أنت اقتبست كلام لا يعطي المعنى الكبير المعنى الواضح أو المعنى الكامل، فأنت جبت اجتزأت نص في سياقه وبنيت له وبنيت به وبنيت عليه يعني مفهوم خاطئ. مثل أنك تأتي وتقول يا أخي أن الله يقول ويل للمصلين، يعني هذا طبعا أكثر ما يكرره الناس يعني في على أساس أنهم يردون على الشبهات. أنت عليك أن تكمل الآية ليس ويل للمصلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. على أساس الشاهد من هذا الكلام هو طبعا هذا الكلام غالبا لما يكون فيه هكذا حوارات عميقة، هو لماذا يسميها الشبهات؟ لأنه ليس لديه الإمكانية أن يتقبل ولو بنسبة واحد من تريليون أن دينه ممكن يكون خطأ. لذلك التفكير العقلية الدينية وليس لديه، يعني لا يستطيع أن حتى أن يدخل في أي حوار أو مناظرة أو نقاش من منطلق أنا ممكن أكون خطأ، ما يوجد هذا الكلام، بل يدخل أي مناقشة أي مناظرة أي حوار أي جدال من منطلق أنا أريد أن أدافع عن ديني وأبين أنك أنت غلطان. وبالتالي بسبب هذه موضوع الشبهات يا أستاذي، هناك أنت أحيانا يكون في شغلة سخيفة جدا تحتاج إلى نعم أو لا، يأتي ويعمل عليه محاضرة على أساس أنه يرد على الشبهات، يعني هذا يثير استغراب. يعني أنت عندما تشوف الناس أو عندما ترى العالم ترى الناس كيف
يعني يستثمرون أو يتنعمون بحرياتهم وحقوقهم ويعبرون عن أفكارهم وآرائهم، تجد هنالك ملايين وعشرات الملايين لا يدافعون عن حقوقهم. وبشكل يعني يسد التساؤل، ما سر هذه القوة التي تجعل هؤلاء مطيعين إلى هذا الحد؟ التربية طبعا بالدرجة الأساسية هي عوامل النشأة، أنك أنت تعمل هذا الكلام. وطبعا من عوامل النشأة الأساسية أنك أنت ترتبط بكائن خرافي ليس، وتربط به مجموعة آمال، مجموعة أمنيات، مجموعة مخاوف، مجموعة قيود، بالإضافة إلى البيئة الاجتماعية. أنت لما تكون المفاهيم الوماورائية مرتبطة بالأمن الاجتماعي، أنت لا تستطيع أن تتحرر منه بسهولة إذا نشأت على هذه المفاهيم. يا هو المشكلة يا يبدو كما أن النص الديني أو التعليم الديني أو التلقين الديني يمسخ ذات الإنسان ويحوله إلى إنسان أو كائن مفرغ من أي شيء. هناك مقولة عن موضوعة العدل مثلا، موضوعة العدل، العدل معضلة العدل، العدل وليس العدالة، أو العدالة والعدل، لأن العدالة تختلف عن العدل. هناك مقولة مثلا لمستشرق حضرني الآن، قوله هو برنار لويس، يقول العدل موجود في الإسلام وهنالك رفض للحاكم الظالم، وهذا بالطبع يقول يصب في حقوق الإنسان. لكن الحرية بالنسبة لهم لا تعني شيئا، لأنه لماذا؟ لأنهم جميعا عبيد لله. ولكن السؤال، هل يمكن الفصل بين حرية الإنسان إزاء الدين من جهة والعدل في الحكم؟ يعني سؤال شوي معقد. هو بشكل عام مفهوم العدل والعدالة والحرية كلها أمور نسبية، يعني احنا متفقين على ذلك. أنت حريتك خاضعة لمعايير الزمان والمكان والمنهج الذي تتبعه، فأنت حريتك أين تنتهي؟ يعني ما هو حدود هذه الحرية؟ احنا نتكلم عن نسبية. هذه النسبية أنت كمنهج ديني تحدده في إطار معين. أي أنا أتكلم الآن مش عن مفهوم الحرية العام، وإنما أتكلم عن حدود ممارسة سلوكيات أو أفكار لك. طبعا في المناهج الحديثة فيما يتعلق بالكلام الغير محرض، غير محرض يعني هو كمان يدخل في النسبية، ولكن على الأقل فيما يتعلق بالتفكير لا يبني عليه أي عقوبات، يعني لأنه ما في حاجة اسمها ما ورائي. يعني في الدين لا يوجد هذا الكلام. في العدل الذي موجود في الإسلام غير حقيقي، لأنه على المستوى المسلمين لا يوجد عدالة في فرصة التكافؤ في الاختيار للخلافة. يعني أنت قد تكون رجل فيك كل صفات الخلافة، وفي عندك رجل وأنت من عامة المسلمين يعني، ورجل آخر فيه كل صفات الخلافة من قريش، أنت كل أيام الأسبوع هذا الرجل القريشي هو مقدم عليك، فلا توجد هناك يعني عدالة في ذلك. الرجل والمرأة لا توجد بيناتهم العدالة، الرجال قوامون على النساء، والمرأة لما تكون ناشز أنت يحق لك أن تعظها وتهجرها وتضربها، بينما الرجل إذا كان ناشزا فالمرأة عليها أن تأتي بمن يصلح بينهما والصلح خير، عرفت كيف؟ فلا يوجد هناك حاجة اسمها المرأة تضرب الرجل لأنه ناشز. لذلك مفهوم العدالة ليس موجودا في الإسلام بمعنى التساوي أو المساواة، وإنما وضعت هناك مجموعة معايير جعل أن لهذا حقوق وواجبات وهذا حقوق وواجبات، وبنى عليها مفهوم العدل بهذه الطريقة. إنما يعني إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، إيش هو العدل والإحسان؟ وإيش هو الإحسان أصلا؟ الإحسان هو أنك إذا جبت كافر وذبحته أنك لابد أنك تحسن القتلة، يعني تثبت تسن السكينة عشان ما تعذبه مسكين، حرام أنك تعذبه. لا، في آراء أخرى أنه لازم بالعكس يعني تعذبه أكثر. لا عدد الدواعش عندهم موجودة. فالفكرة الأساسية أنت هذا هو مفهوم الإحسان عندك، يعني فإذا قتلته فأحسن القتلة، وإذا ذبحته فأحسن الذبحة. والعدل نفس الكلام، أنت لا يوجد حاجة اسمها العدالة يعني في الدين الإسلامي، وإنما هنا عفوا لا يوجد حاجة اسمها المساواة، وإنما هو عمل قالب، قال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ثم جعلت أن لا يقتل مسلم بكافر، ولكن هذا هو العدل. ليش؟ لأن المسلم
وهذا إنسان عظيم. والكافر هو أقل من الحيوانات، إنهم كالأنعام صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هو مجرد شو بيسموها، يعني مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثله كمثل الكلب. فهو أنت علي أساس أنه هذا تجعل منه إنسان مساوي لك؟ لا. ولذلك ذكر العلماء أن الكافر الحربي الذي ليس بينه وبين المسلم عهد يعصم دمه، سواء من عهد أمان لدخول الدولة الإسلامية أو هدنة أو جزية، أو يعني نبي لا يكون ذميا، فهو مباح الدم. أي مسلم يراه في أي مكان يجوز له أن يقتله ويأخذ سلبه، يعني يأخذ ملابس أو حتى الملابس الداخلية، عارف كيف؟ فبالتالي أنت تتكلم عن يعني قيمة غير أخلاقية بطريقة مبالغ فيها. فعلى أساس هذا ممكن يكون في عدالة في الإسلام؟ يعني أو طبعا ما عندي حاجة اسمها إسلام، ولكن في هذا التراث الإسلامي على أساس أنه ممكن يكون في حاجة اسمها عدالة هون؟ ما يمكن. ولكن العدالة هو صور لك أنه هذه هي العدالة، وأنت لما تعتقد أنه هذه العدالة فأنت لا تتصور أنك لما حد يقول لك أن 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 دينك يأمر بالظلم، يقول لا يا أخي، أنا ربي أمرني. ولذلك يوضع في المحاكم الإسلامية يعني إنما يأمر الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان، كيف وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لا هو العدل حتى العدل، مفهوم العدل بالإسلام هو مفهوم فيه إشكالات كثيرة ويفتقد إلى العدالة، لأن العدالة تختلف معناها. العدالة أن هنالك منظومة أخلاقية أو منظومة قانونية هي التي تشرف على موضوع أو وتستطيع أن تحسنها مع الوقت، تحسنها. لكن العدل بالإسلام يعني يفرق بين العبد والسيد، الأنثى بالأنثى، هذا ليس يعني يتعارض إلى درجة كبيرة مع مسألة العدالة. يعني أنا يمكن ما ذكرت في خضم الحديث موضوع العبيد في الإسلام، وطبعا موضوع العبيد يعني هذا موضوع يعني في غاية الجرم، وهذا موضوع ما لا يغرنك. أنا بعض السفهاء لما يخرج إليك ويقول لك يا أخي الإسلام ألغى العبودية، والله يا عمي لا ألغى العبودية هي الأمم المتحدة مش الإسلام. يعني بعد الستينات كان موجود سوق العبيد في السعودية، ما في حاجة اسمها يعني الإسلام ألغى العبودية. ولكن الأدهى والأقبح في موضوع العبودية، وطبعاً موضوع العبودية كله قبيح، ولكن الأقبح منها هي عبودية النساء. يعني أنا شو هي عبودية النساء يا أستاذ منصور؟ حلال. يعني حلال. أنا كرجل أروح للسوق، أنا عندي شهوة قائمة اليوم، أروح للسوق أختار لي جارية بكر يجوز لي أني أتحسس جسمها، أنظر إلى ثدييها، أتحسس رقبتها، أتحسس بطنها، أنظر إلى أسنانها، مثل ما بعاين أي بضاعة، عرفت كيف؟ ثم بعد ذلك أأتي بهذه المرأة، هذه الجارية البكر، أأتي وأنام معها مرة واثنين وعشرة، ثم نفس هذه المرأة أروح أوديها لنفس السوق، أقول أنا عندي هذه الجارية أريد أبيعها، أنا اشتريتها $5,000، أروح أبيعها ب4,500 لأنها هي تعتبر أصبحت ثيب ما عادت بكرا، عرفت كيف؟ ثم يجي يشتريها السيد الجديد، يشتريها السيد الجديد يا أستاذ منصور، يخليها عنده بمجرد ما تطهر من الحيضة، وممكن يعني خلاص يعني بعد أسبوع يعني يجيها الحيض وتنتهي الليلة بعد يعني وممكن تكون أصلا هي حائض، ثم تطهر من الحيض، ثم بعد ذلك هذا السيد الجديد يجي جامعها مرة واثنين وعشرة، ثم بعد ذلك يجيبها لنفس السوق ويبيعها ب4,300. لا، هناك أيضا حديث تقول بأنه من حقك أن تعيرها لأصدقائك أو تعزم عندما يجيك ضيف. الشاهد من الكلام هذا الفعل كان يفعله الصحابة، نعم، وكان يفعله العلماء، وكان يفعل كل من أوصل لنا هذا الدين الجميل الذي هو رحمة للعالمين. أنت طبعا أنت الآن في هذا الزمن وأنت تنظر إلى هذا الكلام، أنت في مخيلتك أنه هذا فيلم إباحي، أكيد لا يمكن. هذا كان يحصل بين الصحابة، كان تأتي المرأة تقدم لهم الأكل وثديها تظهر من يعني على احسن الاقوال انه كان فيها عليها قماش خفيف جدا. لا، هاي بمجلس الخليفه عمر بن الخطاب مشهوره هذه، انما تفتر عليهم كانوا جالسين والمساله طبيعيه.
فأنت تتكلم عن ماذا؟ أنت تتكلم عن ناس، عن أمة كانت مفتقدة لأبسط الأمور الأخلاقية والإنسانية. وهذه الجارية مثل ما قلت هي مجرد دمية جنسية. حتى الدمية الجنسية يا أستاذي أنت تستنكف أنك تستخدم دمية جنسية إذا كان الإنسان يستخدم دمية جنسية، أن بعد ما تطوف على أمة لا إله إلا الله كلها، يعني هذا كيف هذا الكلام؟ أي ما يخال، أنا بس أتحدث بطريقة حاول أنه أنظر من الخارج اللي، وأعتبر أنه هاي قضايا لها علاقة بالتاريخ، وهذه القضايا فيها سيئات كثيرة، فيها انتهاك لحقوق، انتهاك لمفهوم جديد أو معاصر أو حديث اسمه حقوق الإنسان. لكن هذا كانت العملية تشمل ليس الدين الإسلامي تحديدا، حتى لا نقول بأننا يعني لدينا عداء محدد إلى جهة محددة، إنما نقول أنها حالة عامة لدى الجميع في ذلك الزمان، وممكن ولا يوجد شيء مثالي. طبعا الإنسان يبقى وكان فيه شيء من الشر، فيه إنسان ليس مثاليا بشكل من الأشكال. هذا الموضوع حين لا تسأل لماذا هذا الشر وهاي النزعة للشر وهذا النزعة لهتك حقوق الإنسان وفقا لمفاهيم المعاصرة، لماذا ما زالت مستمرة؟ هنالك عوامل يبدو تساعد على انتهاك هذه الحقوق، هنالك أشياء موجودة داخل الإنسان المسلم أو الإنسان العربي أو أي إنسان يعيش في هذه المنطقة وتربى وتثقف على ثقافتها وعاداتها وتقاليدها. يبدو هنالك إشكال جوهري في الموضوع. يعني الدين مسؤول عنه، لكن الدين أيضا هو إفراز. ما رأيك؟ لا شك أن هو عملية يعني مزدوجة. أنت مثل ما أنك تغذى بالدين، أنت كذلك تغذي الدين. وهذا الدين في النهاية مين اللي عمله؟ أنت اللي عامله، وأنت عامله من أي بيئة؟ أنت عامله من بيئة قاتلة، بيئة الأديان هي صناعة بيئتها. يعني لا تستطيع أن تأتي بدين خارج إطار البيئة. ولذلك مثل ما يقول أخونا صفوق الشيخ، قال أنت إذا هذا الدين كان نزل في أستراليا أو خرج في أستراليا، كنت أنت الآن تشرب بول الكنغر من بول البحيري. صح. يعني منطق، عرفت كيف؟ فلذلك أنت لو كان في اليابان أو في الصين، أنت كنت الآن يعني كانت الأكل بالعيدان هي من السنة المؤكدة مثل ما يقول أخونا صفوق الشيخ. هذا كلام في غاية الروعة. ليش؟ لأنه ببساطة شديدة الأديان هي نتاج المجتمع والبيئة والعوامل التي موجودة في هذه المجتمع. فأنت لا تستطيع أن تنشئ بين دين بطريقة يعني مثالية في مجتمع لا ينتمي إلى المثالية. لا يمكن. الدين لابد أن يكون متوافق مع الـ على الأقل إلى الحد الأدنى من الآراء اللي موجودة والآراء السائدة في هذا المجتمع. هذه شغلات طبيعية. والمجتمعات البدائية يا أستاذي هي مجتمعات وحشية، هي مجتمعات بالكاد تكون خرجت من دائرة، وخاصة المجتمعات العربية، لأنها ما كانت يعني عندها هذه الحضارة والفلسفة والرؤية العميقة. يعني أنت شو بدك تقول يخرج من هذه المنطقة؟ يعني يخرج من أرسطو أكيد ما راح يخرج من أرسطو، يخرج منها مثلا أفلاطون أكيد ما راح يخرج من هذول الناس، أكيد راح يخرج منها عمر بن الخطاب، شو راح تلاقي يعني؟ أكيد راح يخرج منها من يعني يرى ان 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 المراه لابد انها لا 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 تلبس الحجاب اذا كانت اما حتى تتميز عن الـ عن الـ عن الحرائق. هذا عندنا تعليق من اميليا تاول تقول when I hear how they treat women who makes me feel sick and begin to hate my religion and I am sure Allah didn't say that. تقول انا واثقه بان الله ما قال هذا الشيء أنه أضرب النساء. هو الآية موجودة في القرآن، أنت تستطيع أن يعني الأخت أنها تستطيع أن ترجع إلى الآية، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، مش العملية مش أصعب من هيك. فبالتالي أنت يعني العملية سهلة جدا. ثم الله يعني خلينا أولا نتفق، الله ما يحتاج يقول أو لا يقول، يعني ومجرد أنك أنت تنسى أن تعتقد أن في هناك كائن عظيم جميل جدا اسمه الله خلق هذا الكون وخلق الثقوب السوداء وخلق المجرات وخلق النجوم، ثم بعد هذا جاء خلق كوكب حقير اسمه كوكب الأرض، ثم بعد هذا الكوكب الحقير هذا خلال يعني ملايين السنين
يعني أنشأ حياة فيها كلها تنقرض وتنقرض وتأتي وتذهب، ديناصورات وحيوانات وعالم، ثم بعد هذا كله ينشأ لك، يخلق لك هذا الإنسان الأهبل اللي هو منحدر من السلالة يعني طويلة من الكائنات القردة العليا إذا صح التعبير. ثم هذا الكائن يوم ما يريد أن يعطيه يعني كتاب لكي يفهم كيف يرسل له كتاب، في وين؟ في بيئة الناس أصلا كانت عايشة في يعني خارج التاريخ والجغرافيا، ورغم ذلك يأتي ولا أحد يفهم هذا الكتاب، وينزل كتاب ليس بلغة العصر، ليس باليونانية، ليس بالرومانية، ليس بالفارسية، بل ينزله بالعربية. ولحد الآن يعني خلال كل هذه السنوات الطويلة، الغالبية الساحقة من المسلمين ومن غير المسلمين لا يجيدون اللغة العربية. فأنت على أساس هذا الكتاب أصبح كتاب الله الذي أرسله هداية للبشرية؟ بل لو كان الله أراد أن يهدي البشرية لأعطاهم آلية مفيدة تنفعهم في كل زمان ومكان، وهذه الآلية هو موجود معك دائما وأبدا، موجود في رأسك اسمه الدماغ، أو هذه الطريقة اسمها الدماغ، وعندها طريقة عمل التي تفرز لك هذا العقل الذي نحن نتكلم فيه. وبالتالي عقلك ودماغك موجود معك في كل زمان ومكان. هذا رجعنا نفس السؤال أستاذ محمد، أنه مثلا أنت الآن شوف الشعوب بأكملها أو الشعوب كلها عدا الشعوب العربية الإسلامية خرجت من هذا الخانق، وهي حالها حال الدين الإسلامي أو التراث الإسلامي، كانت أيضا أتها مقدساتها ومتعنتة في هذه المسألة ودخلت في حروب لا نهاية لها. ما سر هذا الاستعصاء لدينا؟ يعني أنه نشاهد العالم كله تطور، الإنسان وضعه صار أفضل بكثير، لكن مع هذا نجد أننا نتخلف في الوقت نفسه اللي عالم بأكمله أمامنا يتقدم، كنا على الأقل متخلفين حال لحال غيرنا، لكن الآن أنت ترى بعينك أن الحقوق تزداد للناس، حتى حقوق حق الطيور أيضا صار لها حق، يعني بينما نحن الإنسان نفسه لم يوجد حتى هذه اللحظة. هذا يعني خلينا نتساءل، يعني أنا مثلا ما يخالف إحنا ندين من يغتصب حقوق الناس، من لا يسمح لهم بالتعبير عن حرياتهم، أوكي أنا معاك أدينهم، لكن أحاول أفهم ما سر هاي الإشكالية الخطيرة اللي يعيشها مجتمعاتنا، هل فكرت بها؟ يعني طبعا المجتمعات العربية ببساطة شديدة لم تمر بنفس الظروف الموضوعية التي مرت بها أوروبا على سبيل المثال، التي هيأت لها طريقة تفكير جديدة، والعصر عصر الإصلاح الديني إلى عصر النهضة إلى عصر التنوير إلى عصر الحداثة إلى عصر إلى الثورة الفرنسية إلى النقاشات التي حصلت إلى خروج الاشتراكية والشيوعية وكل هذا الكلام، وإلى الحرب العالمية الأولى الثانية، بل الفرق بين المجتمعات الجماعية الكولكتيفيزم والمجتمعات الفردانية التي مبنية على الفردانية والإنديفيدواليزم، كل هذا الكلام احنا ما عشناها. احنا في المرحله التي كانت تتطور فيه اوروبا، احنا المكان الوحيد الذي كان فيه نوع من اشعاع التطور كانت مصر، ومصر يعني ايام محمد علي باشا رغم انه يحاول ان يعمل حاجه ولكنه فشل. لماذا؟ لان العوامل لم تكن مكتمله لديه، ثم بعد ذلك ياتي اولاده واحفاده والخديوي ومن على شاكلته، ويرجع الناس الى مرحله الى الوراء بتبني الوهابيه وبتبني التصور السلفي الى اخره. وهذا الذي يعني كان يعيش في العالم الإسلامي في العصر الذي كانت تتطور فيه أوروبا. إحنا كان مهيمن علينا الدولة العثمانية وبقايا الجزيرة العربية من المتخلفين وخروج أئمة الدعوة النجدية والدعوة الوهابية إلى آخره، والإشكاليات وبقايا الدولة الصفوية والدولة الإيرانية بعدها التي حاولت أن تتطور بعدها، المجتمع العشائري القبلي الذي لم تتطور مثل ما تطورت المجتمعات الصناعية في أوروبا، والرأسمالية التي كانت تخطط للاستعمار ولحقبة الاستعمار في لخروجها، لأن مثل ما يقول ماركس في ذلك أن الرأسمالية لابد أنها توسع من دائرة من العمال، لأنها ستكون بحاجة كبيرة إلى هذا، وهذا سيزيد من عملية الثورة وكذا. هذه المراحل احنا ما عشناها، احنا على طول من المرحله الاقطاعيه
إلى مرحلة الاستعمار، بينما أوروبا خرجت من مرحلة الإقطاعية إلى مرحلة الثورة الفرنسية إلى البرجوازية إلى مرحلة الرأسمالية إلى مرحلة الاشتراكية إلى مرحلة حقوق الإنسان. إحنا لا، من الإقطاعية إلى مرحلة الاستعمار، ثم بعد ذلك لما حاولنا أن نخرج من الاستعمار يعني خرجنا بطريقة غبية جدا، خرجنا بحكم العسكر، وهذا هؤلاء حكم العسكر الذين خرجنا يعني من خلالهم لم يتح لنا حتى أن نتنفس. فكان هناك فكرة القائد الواحد، الرئيس الواحد، الزعيم الواحد، عبد الكريم قاسم، جمال عبد الناصر، القذافي، مجموعة من السفهاء الذين تسلطوا علينا. وطبعا ما ذهب رئيس إلا والذي أتى بعده يعني ألعن منه، فما خرجنا من القومية ومن الشيوعيين في العراق حتى ابتلينا بالتيار البعثي الذي حكم البلد 30 سنة. ونفس الكلام في مصر، ما خرجنا من الحكمة الناصرية والحكمة الشيوعية وإلا ودخلنا في حكمة السادات التي كانت دمرت بسبب الصراع مع إسرائيل، والتي كان بسببها يعني إعطاء الفرصة للإسلاميين، ورجعنا يعني 10 خطوات لورا. ثم بعد ذلك السادات هو نفسه تحول إلى ضحية الجماعات الإسلامية في الجزيرة العربية، في الوقت الذي كان الناس يعني يقيمون الدولة الوطنية ويحاولون أن يخرجوا من تبعات الحرب العالمية الأولى، ودخلوا في الحرب العالمية الثانية وأنهوا يعني الحرب العالمية الثانية في 45. كانت الدولة السعودية يدوب أنها استطاعت أن تخرج من دائرة الدولة الوهابية وتنشئ الدولة الدينية الجديدة الوطنية بمعايير الدولة يعني الإسلامية. فبالتالي نفس الكلام يعني في هذه الحقبة التي كان الناس يتطورون كذا، احنا يدوب عملنا الثورة الإسلامية في إيران. وبالتالي احنا ما مرينا بنفس، احنا عندنا تخلف يعني يقارب 200 سنة من الدول الأوروبية. طبيعي انه احنا كيف نقدر نخرج من هذه الحقبة؟ هذا الوعي الذي صنع من خلال يعني شو بيسموها، من خلال الجرائد ومن خلال كذا، والتي أدت إلى ثورة على الملكية والإقطاعية والدولة الدينية في فرنسا، وانتشرت هذه الثورة في دول أخرى، ووصلت الإنفلونزا إلى كثير من الدول، يعني رضيت بأنها أن الملك يعني يخرج من دائرة الحكم ويعطيها للبرلمان ولمجلس الشعب. هذا إحنا ما عشنا، إحنا الدول الملكية بقت دول الملكية عايشة تحت الانتداب، أو حصل عليها انقلاب مثل ما حصل في العراق ومثل ما حصل في مصر، وأتانا حكم العسكر. أنت كيف ممكن تتطور في مثل هذه الظروف؟ ما يمكن أن تتطور. ثم بعد ذلك أنت كان عندك كيان سياسي، ها؟ كأنه يعني حاولت، يعني سبب تخلفك الأساسي الدولة العثمانية. والدولة العثمانية لما سقطت بعد الحرب العالمية الأولى، أنت كان همك الشديد بين الطبقات رجالات الدين وكذا، ليس نهضة الأمة، وإنما كان هدفهم الأساسي يعني هو إعادة هذه الخلافة الغبية التي أصلا كان سبب في التخلف. فأنت أنشأت الجماعات الإسلامية لإرجاع هذا المفهوم مثل ما فعل حسن البنا. فلذلك إحنا ببساطة شديدة لم نمر بأي مرحلة من المراحل التي ساهمت في تطور هذه الشعوب الأخرى مثل الشعوب الأوروبية إلى آخره، وحتى الشعب الأمريكي. ولذلك إحنا يعني نعيش يعني بدائيات مرحلة يعني عصر لا أريد أن أقول النهضة، ولكن يعني بدايات عصر التنوير. حتى الفكر التنويري الذي احنا حاولنا أن نتمسك به أستاذنا، إيش هو الفكر التنويري الذي كان لدينا؟ هو الفكر اليساري الشيوعي، الذي هو كان مرتبط بدولة ديكتاتورية مثل الاتحاد السوفيتي، يعني في كيان ديكتاتوري. الشيوعيين كانوا هم أكثر الناس ثقافة عندنا، ولا قيمة لبعض الشخصيات الجميلة التي تخرج من هنا وهناك، ولديهم فكر أدبي وفكر فلسفي وفكر كذا. لماذا؟ لأنه ببساطة شديدة حالات نادرة، المجتمع لم يستطع أن يفرز أكثر مما أفرزه، وكانت عايشة تعيش حالة صراع، حالة قتال، حالة حروب طائفية، حروب يعني كسر عظم مع المنظومة الحاكمة، سواء الملكية أو الدولة أو الجمهورية التي تأسست بعد ذلك. وطبعا بسبب قضية فلسطين كذلك احنا صار عندنا قضية محورية، يعني خلط الإسلام بالقومية بالأرض بالوطنية. احنا ما نعرف ايش هي قضية الفلسطينية أستاذ، يعني ما نعرف هي قضية قومية هل هي قضية وطنية هل هي قضية إسلامية، خليط عجيب جدا. وهكذا احنا نعيش في دوامة، وهذا المواطن العربي تحول الى كائن يعني مسحوق تفكيريا. حضرتك ما فاتح السماعات أستاذي. هناك رأي أنه أن كل
كما أشرت بأن هناك ثورات حدثت، تغييرات، أنظمة سقطت وصعدت، وحكام استعانوا بالإخوان، حكام استعانوا بالسلفية، وكل هذا فشلت. لكن الحال من سيء إلى أسوأ. السؤال هذا الرأي شو يقول؟ يقول مثلا أنه يبدو أن رجال الدين مهيمنين على الواقع بطريقة صارمة جدا، بحيث دورهم أقوى بكثير من دور السلطة السياسية، لأنهم هم الذين يصنعون الوعي، يسيطرون على الجماهير، ربما يتكبدون يعني أو تقل سلطتهم على الناس، لكن في النهاية الناس وشعوبنا مختطفة من قبل رجال الدين. ما قولك في هذا؟ وهذا كلام على حرياتهم يعني. طبعا رجالات الدين هم الآلهة اللي موجودة في الأرض يعني حقيقة، وهم الذين يشرعنون كل أسباب التخلف الذي لدينا. يعني رجالات الدين هم من أعظم أسباب التخلف وأسباب الدكتاتورية، ولأن المجتمع متخلف فشيء طبيعي أن يتزعم عليه مثل هذول مثل هذه الشخصيات والمؤسسات الدينية. فأنت ببساطة شديدة، أنا كحاكم أنا لا يوجد مصلحة عندي أكبر من أني أحط هذا رجل الدين. لماذا؟ بدل ما أحط 50 جندي في هذا الحي، أنا أحط إمام وخادم للمسجد. أنا أحكم به يعني 10,000 واحد في الحي هذا، يعني في المنطقة هذه. لماذا؟ لأنه هو من خلال صلاة الجمعة الذي أنا أعطيه العناوين الرئيسية فيها أو أعطيه الخطبة جاهزة، والناس الذين مشغولين بأنه أنا شو أعمل إذا إجت عندي الدورة قبل يعني في نهار رمضان أو في قبل الإفطار بساعة. عرفت كيف؟ هذه الأسئلة السخيفة التي شغلنا بها لعقود من الزمان. وهل المرأة يجوز لها أن تخرج لبيت أمها إذا كان نسية أن تسأل زوجها أو لا؟ أنت مستوعب كمية الحماقة التي لدينا نحن؟ لا، ولحد الآن نغي قضايا بالخلافة العباسية وماذا قال عمر وماذا قال فلان. ثم أن هؤلاء رجالات الدين هم مخدرات، يعني هم جميع أنواع المخدرات. فأنا أجلس في المسجد وأتي وعندي 50 شخص، 60 شخص، 100 شخص، 200 شخص، حسب القدرة البلاغية التي أنا لدي أني أعمل هذا الحكواتي، يعني أقوم بدور الحكواتي قدام الناس. وقام خالد بن الوليد وسل سيفه وقال الله أكبر، وفجأة المسجد كله الله أكبر. عملية نفس الكلام في المجتمع الشيعي، وأتى ما أدري من وششمر بن جوشن وذهب وأتى وضرب والدنيا كلها اللهم صل على محمد. أنت حقيقي، أنت شعوب متغلبة. فهل أنا عندي شخص أهم من هذا رجل الدين؟ هذا رجل الدين هو الرجل الذي أنا أبحث عنه. هذا يوفر لي ما لا يوفره من الأمان، الأمن الاجتماعي والتخدير وقدسيتي، ما لا أستطيع أن أعمله لا بالضبط. من هو المتهم الآن بسلب حقوق الناس وانتهاك حقوقهم وتحويلهم إلى عبيد وأتباع، عمي صم بكم كما، لكن بطريقة أخرى. المتهم من هم؟ رجال الدين أولا، وأيضا من يتواطى معهم من رجالات السياسة، سواء رجالات السياسة ومن يتواطى معهم من رجالات. أي هذا معناته يشمل الجميع. معناتها أنه الحل لا يكمن في الدول العظمى، لا يكمن في حكام الدول المحلية. الحل معنى هذا النهائي يكمن في نشر الوعي ومعرفة الناس بحقيقة الأمور، وهذا هو. هي معركة طويلة، لا يوجد خيار آخر يعني. كما لا يوجد أبدا. معركة الوعي طويلة، ولكن إحنا عندنا عامل في صالحنا لم يكن موجود في السابق. إحنا الآن مش مجبورين على قنوات التلفزيون، ولسنا مجبرون على أننا نتسول أن أحدنا يخرجنا في قناتي أو في مجلتي أو في جريدتي ويضع لنا شروط أن نقول نخرج على اليوتيوب، نخرج على التيك توك، نخرج على الفيسبوك، نخرج على تويتر، نخرج على الإنستغرام، على سناب شات، على غيرها من البرامج، وننطلق في الحديث. هذا لم يكن لدينا في السابق، وبالتالي عملية تلاقح الأفكار وعملية إيجاد النخب بعضها لبعض وعملية التواصل مع العوام والشعب والناس والبسطاء والعلماء وجميع طبقات الفكرية، هذا الكلام لم يكن موجود لدينا في السابق. ونحن ندخل المضابخ الآن، غرف النوم، ندخل الصالونات، ندخل بين النساء، بين الرجال، بين الشباب، بين الكبار في السن، ونتواصل معهم مباشرة. هذه الميزة
لم تكن لدينا في السابق. هذه الميزة كانت فقط موجودة لدى رجالات السياسة ورجالات الدين، أما الآن نحن لم لا أحد يستطيع أن يكمم أفوان. وبالإضافة إلى هذا هناك عامل ثاني كان لم يكن متوفر لدينا، الاطلاع على حقيقة وما يحصل لدى الشعوب المتطورة. إحنا في السابق شو كنا نعمله؟ أقول يا أخي هذه المجتمعات الغربية انتشر فيها الإيدز والرجل والمرأة أصبحت سلعة جنسية، صورها على شو بيسموها إعلانات الكوتشات، عرفت كيف للتايرات يعني العجلات السيارات وكذا. تتذكر مثل هذه الخطابات كانت تنشر؟ ما زالت الإسلام كرم المرأة. لما طبعا الشيخ يأتي ويقول لك الإسلام كرم المرأة، أنت أولا ما بتعرف شو بيصير بهذاك الصوب، عرفت كيف؟ ثاني شيء أنت أوكي أنا ما عندي أي مكان كيف أجي أقول لك؟ الآن لا، الآن أتي أقول لك شوف هذا الكذاب شو بيقول، شوف هذه الصورة شو هي، وصاحبنا اللي بيسمع يأتي ويشوف بيشوف والله هذا كذاب، طلع كذاب هذا الشيء. ولذلك يوميا أنا يعني ألتقي بشباب يعني مثل الورد، سيدات رجال نساء يعني كبار في السن صغار في السن، شباب مثل الورد من كل الدول العربية أستاذ منصور. يوميا أنا على يعني ببثوثي في التيك توك أتواصل مع هذا، وما تضمد يعني كمية من السعادة أشعر بها لما أشوف هذا الوعي المنتشر بين الناس، وهذا الإصرار على أنه يتكلموا ويرفعوا أصواتهم. يعني في عالم اليوتيوب ربما الكلام قليل جدا، في عالم التيك توك أنت يعني تحتك مباشرة مع الناس، والاحتكاك هذا مع الناس أنت ترى أن في وعي يزداد بشكل مستمر، في بالفعل يعني ثورة يعني على رجالات الدين، على المنظومات المتخلفة الرجعية اللي موجودة. هذا الكلام يحتاج أن يأخذ وقته الطبيعي، لا نكون متفائلين أكثر من اللازم ولكن متفائلين جدا، لأنه ببساطة شديدة هذا الوعي بينتشر بشكل رهيب جدا. وكرة الثلج أنت تعرف الدحرجة الأولى قد يعني يأخذ منه قليل، ولكن بعد أن يأخذ مثلا 10 أمتار ثم الدحرجات اللي بعدها بتكبر بمعدلات قياسية يعني. فبالتالي أنت الآن كرة الثلج هي يعني تدحرجت، وعندك كميات كبيرة من الشباب من الأساتذة الأفاضل مثل حضرتك، مثل أستاذنا أحمد حرقان، مثل الأستاذ سراج الحياري، مثل الأستاذ الجميل أرنست ويليام، مثل الأستاذ جورج فول، مثل الأساتذة، ما أريد أن أقص عشرات الأساتذة الذين يقومون بهذا الكلام، ولكل منهم جمهور عظيم جدا، جمهور رائع جدا يقومون بنشر هذا الوعي. ويعني وكل يوم أنا على فكرة يعني في التيك توك يعني فقط في حارة من الحواري التيك توك أستاذي هناك تقريبا 5-6 بثوث ممن يتكلمون في مثل هذه الأمور. هذا الوعي يعني أنت وكل بث يعني فيه أعداد لا يستهان بها. فإذا نحن الآن أمام ثورة حقيقية، لا أدي مش ساذج لدرجة أني أتي وأقول أنه خلاص قطعنا المثل، لا ما قطعنا لسه قدامنا، ولكن تصور هذا الفعل هذا العمل الذي بين يدينا 10 سنوات 15 سنة وين راح نوصل؟ راح نوصل لمراحل لم نكن نحلم بها، نستطيع وقتها أن نبني القاعدة الاجتماعية التي ممكن أن تساهم للتغيير. وبالتالي يعني أعتقد أننا يعني قريبين جدا، يعني 10-15 سنة مش فترة طويلة، ما أدري ربما هو لا طبعا ما يكون موجود، ولكن إذا لا بالتأكيد إحنا كلنا نطمح بالنتيجة، ليس أن نكون أعداء لمتدينين أو أديان، إنما نحاول نطرح آراء، ويجب يعني نأمل بأنه متدين لأنه هو إلى الحضور أو القوة الأكبر في الشارع وفي الحياة عموما، أن يعي بأن المشكلة هي تخصه قبل أن تخص الآخرين، على أن يعرف بأن الحدود بينه وبين الآخر المختلف عنه لم تعد حدود شاسعة، لم نعد نسكن في البراري وكل واحد يجلس في حضيرته أو في حدوده الآمنة ويعادي الجميع. الآن العالم والحياة والإنسان يحتاج إلى الآخر، كل واحد منا يحتاج إلى الآخر، وبكل ما كان هذا الآخر مختلف كل ما كان أفضل. بالسابق القلبة الآية، لكن يبدو الناس الذين يختطفون الشارع يختطفون البشر في مجتمعاتنا يرفضون إطلاق سراح المختطفين. لا يمكن تتوقع منهم غير هذا، فهم كذلك يدافعون عن كياناتهم أستاذي.
يعني هل أنت تعتقد أن جميعهم يفتقدون هذه المصداقية ويعرفون بأنهم يسلبون حقوق الناس عمدا وبغض النظر؟ لا، ليسوا كلهم بنفس المستوى وبنفس الطريقة وبنفس التفكير، ولكن كلهم لديهم نفس الهدف هو السيطرة على الشارع. نعم، يعني هو يعني أوكي، خلينا نتناول الموضوع الأخير، الموضوع الجنس. يعني باعتبار أن حقوق الإنسان هي واحدة من أجمل حاجة هو موضوع الجنس. طبعا لا يعني أنا مزين أعزب ما لي علاقة. أوكي طيب يلا لا بأس. لا يعني أعزب مؤقتا ربما. على كل فالقصد أنه الجنس واحدة من حقوق الإنسان، الجنس والأكل والشرب والعمل وحرية التعبير طبعا. فباقي عندنا بس الجنس ناقشه والحرية التعبير حتى نختم. فموضوع الجنس انه كيف تراه؟ يعني انه انت ما يجي واحد يقول لك ان حلال في الغرب وهؤلاء منحلون، لكن عندما تأتي تجد انه الامرأة عندما تخرج الى الشارع يتم التحرش بها. هنالك ايضا معضلة، هنالك خلط بين الجنس والزواج، هنالك مفاهيم مختلطة وغير واضحة. الشباب ينشأون يصلون إلى عمر 20 و25 سنة وهو يشعر بمسافة شاسعة بينه وبين المرأة، بعد ذلك عندما يتزوجها يشعر بكارثة أو بصدمة أو يعني ما يؤدي إلى نسبة عالية جدا من الطلاق. كيف يعني كيف ترى هذه الحقوق؟ كيف ممكن أن نبني حقوق الجنسية للأفراد؟ أنا أعتقد الحقوق الجنسية هي راح تكون بسبب وجود كوارث حقيقية على الأرض، وهذه بدأت منذ تصدر الموبايلات لحياة الناس وتصوير العلاقات الجنسية المخفية بين الناس، لأن الشعوب العربية هي شعوب مريضة من ناحية الجنسية، يعني بكل ما تعمل الماء كلمة من معنى. يعني العقل الذكوري العربي والجنس عنده عبارة عن مسألتين: المتعة الفردية، الهيمنة الذكورية، يعني هو سادي وفي نفس الوقت مستمتع لدرجة الثمالة، يعني هو مدمن جنس في نفس الوقت ذكوري سادي، يعني هو يستمتع بقهر الأخرى. فلذلك هو بدو يصورها، بدو يعمل كذا، وحصلت مشاكل كثيرة في العراق، في سوريا، في البلاد المغربية، في مصر، في غيرها. هذا الكلام طبعا مع الوقت ومع ازدياد الاطلاع الناس مع بعض وتقليص هيمنة العائلة، لأن العائلة ما تستطيع أنها ما عاد لها نفس التأثير وشو بيسموها مثالياتها الذي كانوا يبيعوها للأطفال، ما عادت تجيب نتيجة. المرأة المحجبة اليوم تمارس الجنس خارج إطار الزواج، المرأة الغير محجبة تمارس الجنس خارج إطار الزواج، المرأة الشعبية تمارس الجنس خارج إطار الزواج. هذا الكلام رغم كل هذه الكوارث الذي يحصل ببساطة شديدة، أن أصبح هناك نوع من أنه نعم أنا بحاجة إلى هذا الشيء، وطالما الحاجة موجودة موضوع الزواج مش قادر يلبي هذا، لأن موضوع الزواج تترتب عليه هناك الآن مشاكل، هناك دعوات الآن بمجرد ما المرأة تخرج إلى العمل وتستقل باقتصادها بوضعها المادي، وهذا بيحصل في بلدان كثيرة، يبقى لديها العقدة الاجتماعية وقدرة أهلها على أنهم يجعلوها تحت رعايتها. لما تنفصل عنهم من ناحية السكن تكون قطعت شوط كبير جدا في هذا الاتجاه. هذا الكلام موجود في مصر، موجود في المغرب، موجود في تونس، موجود إلى حد أقل في الجزائر، موجود في إلى حد قليل ربما في الأردن. الدول الخليجية لسه ما وصلت إلى هذه الدرجة، لكن في تونس والمغرب فيها حرية المرأة أكثر من غيرها، طبعا طبعا السعودية والخليج والعراق. لا شك وهذا الكلام هذا معناه فيه. يعني أقاطعك، معناه أنه هناك دور للثقافة المدنية في نشر طبعاً قيم طبعاً الحرية. طبعا هذا الكلام سيؤدي في نهاية المطاف أن الرجل والمرأة سيرفضوا هذه العادات والتقاليد المفروضة عليهم. لن ينتهي الزواج لم ينتهي في أوروبا ولن ينتهي في أي مكان،
ولا نطلب أنه ينتهي لأنه حق للناس أنهم يمارسوا الزواج وهذا شغلة جميلة جدا، ولكن ارتباط الجنس بالزواج هذا الذي لا أقول أنه سينتهي خلال السنوات القادمة، يعني نستطيع أن نقول ما بين 5 إلى 10 سنوات قادمة بأمل أننا نخرج من هذا الموضوع ويتحول الجنس إلى موضوع عادي جدا. واليوم أنا يعني أرى أن كثير من البنات من الصبايا يتكلموا في موضوع الجنس بكل أريحية وبكل شجاعة وبكل يعني حتى من الأوساط الدينية، بينما في فترة من الفترات حضرتك تتذكر يعني لا. المرأة كانت عندما تصاب تكون عندها دورة شهرية تخجل أنها تقول أنا مو صايمة لأنه عندي دورة شهرية، تقول أنا مريضة أو تتظاهر بالصوم يعني فقط لأنها أنا تابو كبير جدا أن نتكلم عن هذا. فبالتالي العجلة هي ماشية في طريق الصح، ووسائل التواصل الاجتماعي كذلك يجعل أن هذول الناس يتكلموا مع بعض ولأنك أنت لما تكون لحالك في مجتمع في الحارة أنت تعتقد أن هذا هو العالم، لما تدخل الانترنت وانا اتواصل مع الاستاذ منصور في هولندا، الاستاذ انس في فرنسا، الاستاذ فلان في الدوله الفلانيه، الاستاذ فلان في القاره الفلانيه، واستمع لاراء كثيره وتصورات كثيره، تاثير هذه الحاره والعائله عندي يقل بكثير جدا، وهذا الذي نراه انه يحصل بين الشباب والصبايا، ولكن العقل الذكوري المرتبط بالجنس في العالم العربي لا زال يعيش مرحلة يعني بدائية. العقل النسوي في نضوج مستمر، والعقل النسوي إذا نضج سينضج معه العقل الذكوري غصبا عنه، لأنه المرأة هي التي تنضج الرجل وليس العكس. يعني كيف تفسر هنا سؤال تفسر وجود حكومات تجبر الناس على الصلاة والصيام والحجاب أيضا؟ طبعا هذا شيء طبيعي لأن هي بقايا دول متخلفة، ولكن تأثيرها أقل جدا هذه الحكومات. يعني مثلا السعودية تخلت عن هذا، أفغانستان ربما موجودة فيها هكذا، ربما موريتانيا إلى حد لا بأس به، يعني الصومال ما أدري إذا في هذا التأثير بهذه الطريقة، ولا بد أن نفرق بين أقسام الصومال، نحن نتكلم عن أرض الصومال الذي هي صوماليلاند ولا بونتلاند ولا الصومال الذي نحن نتكلم عليها الآن، وبعض هكذا يعني باكستان ربما إلى حد أقل يعني من أفغانستان، ولكن هذا شغلة صحيحة يعني أكيد. ولكن أغلب الدول العربية إذا تكلمنا في الدول العربية أغلبها ليس لها لا تفرض الحجاب ولا تفرض الصلاة ولا الصيام، نعم لا زالت تشكل إشكالية في كثير من البلدان بحيث أنك أنت لا. وعلى هذا وهذا على فكرة يعني أنا كنت في رمضان أنا أخرج في البث عندي وأجيب الشاي قدامي وأشرب الشاي يعني وأنا أفتح البثوث يعني كنوع، وهذا المفروض الناس يعملوا هذا الشيء كمطالبة بحقوقهم الشخصية، ويبدأوا سواء من أصحاب الديانات الأخرى أو أصحاب الذين لا 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 يعتنقون الدين الإسلامي إلى آخره. وبالتالي أنا أعتقد هذه الظاهرة لا زالت يعني موجودة، ولكن لابد أنها تكسر. يعني موضوع الصلاة الصيام، موضوع الصلاة أقل بكثير اليوم، الصلاة يعني لم تعد يعني ركن أما ركين من في حياة المجتمع، يعني فلان يصلي لا يصلي ليس مسألة أساسية. في بعض المجتمعات مثل مصر تحول الحجاب إلى ظاهرة اجتماعية مقيتة، بمعنى أن الحجاب الدولة لا تفرض الحجاب ولكن المجتمع يفرض عليك الحجاب. المجتمع أنت في حارة إذا ذهبت إلى بعض الحواري الشعبية أو إلى بعض المناطق وأنت ما لابس يعني حاجة على راسك ممكن يعني يطاولوا عليك يتحرشوا بيك وهكذا. وهناك مصيبة أكبر أن أنت ممكن تكونين محجبة ثم بدك تخلعين الحجاب، وقتها راح توصمين بأقبح الأوصاف، يعني أنت أصبحتي منفلتة سافرة، يعني إذا هذبنا الألفاظ يعني، وإلا هناك ألفاظ أكثر قساوة من هذه. وبالتالي هناك هذه الظاهرة صحيح، وهذا كلام كذلك يعني على النساء. أنا دائما أقول معركة النساء لا تنتظر أن الرجال يعني يخوضها بدالكم، يعني فأنا كرجل أنا مرتاح أنك أنت تحت هيمنتي تحت سيطرتي وأنك ما عندك أي قيمة، فلا تنتظر أنه أنا كرجل أقوم بهذه المعركة بدالي. النساء عليكم أنكم يعني عليكم أن تقومنا بهذه المعركة لحالكم، يعني ما طبعا لا يمكن أن الرجل يقوم بها المعركة. أنا أجل قدرة هائلة على الفعل، يعني ممكن مثلا للطرافة، أنه بعض المقترحات مرة سمعت واحد يقول
خلي النساء يسوون اضراب ثلاثة ايام عن الحجاب مثلا، فنرى ما يحدث يعني. كيف يعني يعمل ثلاثة ايام اضراب عن الحجاب؟ كلهم يطلعون بدون حجاب، وهذا اضراب يعني احتجاج على غبر حقوق مثلا يعني للطرافة. هو 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 ممكن يعملوا ممكن يعملوا اضراب عن عن شو بيسموها عن تهيئة الطعام، طبخ الطعام لمدة يعني هكذا أسبوع أسبوعين ثلاثة، بس فيها مخاطر هذه. فيقول لك ثلاث نسويات تكلموا يعني أنه يعملوا هذا الشيء. فالأولى قالت أنه أنا في اليوم الأول شفت الرجال ما تكلم، في اليوم الثاني شفته يعني صار يتعود، في اليوم الثالث شفته يروح يدخل المطبخ ويصير يعمل أكل يعني. الثانية قالت له قالت أنه أنا صراحة في اليوم الأول كان معصب، وفي اليوم الثاني شفته صار يدخل المطعم المطبخ ويعمل أكل. قال الثالثة قالت أنه لا والله أنا في اليوم الأول ما شفته يعمل شيء، اليوم الثاني ما شفته يعمل شيء، في اليوم الثالث يدوب صرت أقدر أشوف شوية بعيني الشمال يعني. بمعنى أنها أخذت يعني ضرب، وهذه فيها مخاطرها يعني صراحة لا ننصح بها بشكل كبير، ولكن لا شك أن النساء لابد أن تعمل يعني. لا شوف هاي واحدة من النساء فري وورلد تقول إضراب عن الحجاب فكرة جميلة جدا. يعني ممكن ليش لا، الأفضل واحدة أيضا أفضل إضراب عن حمالات الصدر كما فعلت الأوروبيات في الستينيات والسبعينيات. بالتوفيق إذا تقدرون تعملون هذا الشيء في العالم العربي إذا ما معكم دبابات تحميكم. يعني أنا آسف جدا، ولكن بدون وجود مصفحات ومدرعات تحميكم لا يمكن. لا طبعا حجابي سعادتي لا ما يدخل. طبعا اكيد. اي زين ليش يعني ستلاحظ انه مثلا مساله ما دام احنا بعدنا حتى نختم، ما دام احنا مساله الحريات مساله حقوق الانسان، عندما تجد النساء يدافع عن اكثر الناس المدافعات عن سلب حقوقهم. طبعا. هذا يعني انا عندي تفسير الخاص ناشره باكثر من حلقه، لكن الان انت لك اسمع. انا تصوري هو بالضبط مثل ما يقول استاذنا الاستاذ الدكتور محمد الضو، انا وجهته هذا السؤال وقال كلام انا تبناه بشكل كبير ومقتنع به بشكل جميل جدا، لانه شرحه بشكل جميل، واكرر هذا الكلام، ومن باب الامانه دائما انسب له هذه المقوله. يعني أستاذنا محمد الضو كان يقول كلام جميل، قال هل هذه المرأة يعني هي ولدت امرأة ولا ولدت طفلة؟ فكنت أقول له أنه ولدت طفلة. قال هذه هي الفكرة، أن لأن هذه المرأة مورس عليها كل أعمال التغييب، كل أعمال الـ يعني غسيل الدماغ، غسيل المخ، غسيل الأفكار، زرع هذه الشعور بالدونية فيها، فهي شيء طبيعي لما تكبر تكون هذا إحساسها. وهي المرأة المسلمة في كثير من الأوقات هي مصابة بمتلازمة ستوكهولم. متلازمة ستوكهولم هو أنك تكون عندك يعني الشفقة والتعاطف مع الجاني، أنت ضحية يعني وحصلت هكذا يعني حالة من الخطف والرهائن، ثم يعني في أحد الأماكن في ستوكهولم يعني قبل عقود، ثم بعد ذلك شافوا أنه الضحايا الرهائن صاروا يتعاطفون مع يعني صح. الخاطفين، فهذه يسموها يعني حالة نفسية، يعني عملت هكذا ثورة في الأمور النفسية هكذا، أنه نسموها بمتلازمة ستوكهولم. هذه الحالة أن تكون عندك يعني تعاطف مع الجاني، وهذا الكلام كذلك موجود عند العبيد. يعني لما كانوا يحررون العبيد يعني قاموا ببعض العبيد كانوا يبكون ويقبلون الأيدي والأرجل، أرجوكم لا تحررونه، خلونا عبيد عندكم، يعني لأنه هو ما يعرف حياة ثانية غيره. المرأة المسلمة في كثير من الأوقات هي تدافع عن هذا التراث، عن هذا، لأنه الناس بالفعل هي تشعر بالتوهان، بالضياع، بعدم وضوح الرؤية إذا ما كان عندها راجل تستند عليه. فهي حولوها من يعني وهي طفلة أنه أنت بحاجة إلى راجل يحميكي، يا مات ما مش واثقه بحالها، انت ظل راجل ولا ظل حيطه، انت دائما بحاجه الى تاخذين بالك من اولادك وزوجك. فهي صديقنا جاني يقول ايضا الرجل مصاب بمتلازمه ستوكهولم، الرجل المسلم ربما يقصد يعني. الرجل المسلم ما ادري هو كيف مصاب بمتلازمه ستوكهولم، ولكن اذا تكلمنا من ناحيه الضحيه فالرجل المسلم مقارنه بالمراه لا يعتبر ضحيه، الرجل المسلم هو عباره عن
كائن بلدوزر بيسحق كل اللي قدامه يعني صراحه. لا انا برايي انا خليه بالاخير احاول اطرح وجهه نظري يعني. اكيد اكيد اكون سعيد فاقول بانه الرجل ايضا متعرض للاضطهاد اكثر من المراه، وارى بانه هو مطالب بان يدافع عن رجل الدين وايضا يدافع عن المراه ويحميها، فبالتالي يجب ان تبقى هاي المراه كماكنه انتاج محافظ عليها مسوره، لانها هي راس مال القطيع الديني. فهذا القطيع الديني هنالك رجل دين يغسل ادمغه الجميع، الرجل وظيفته ان يتحرش، ان يعتدي، ان يدافع عن، وممكن ان يقربن او ان يضحي به رجل او راعي الرعيه، لانه باعتبار هو خراف الله الضاله بالتعبير المسيحي، فيقول لك هذول خراف الله يعني انا اضحي بها، لان هي اصلا خراف للتضحيه. فبالتالي المساله مركبه بين الثلاثي هذا، المراه الرجل اللي هم دينهم صناعه رجل الدين اللي مهيمن على كل شيء، وهي بالمحصله الكل يعني لا، بس الرجل يستطيع ان يتحول الى رجل دين، فبالتالي يتحول الى اله او من ينوب عنه. أي، وانما المراه لا تستطيع ان تفعل ذلك، فالرجل هو يعني قادر ان يطور من مهاراته يعني. لا المراه لا تبقى عند لا، بس بالعكس عظمت المراه انه ما تورط نفسها بهاي قضايا الاستبداديه التي تتطلب العدوانية والوحشية اللي يمارسها رجل الدين أو رجل العدواني بشكل عام. هنا ملاحظة من صديقنا الرائع صديق القناة كاردوخ كردي يقول: أستاذ منصور، الرجل هو ضحية مؤامرة المرأة، ورجل الدين يعني الثور. ما أفهم شو يعني. أيضا آخر أسئلة حتى نختم، تحب تقول شيء يعني حتى؟ لا، انا بس اريد اشكرك واشكر الاخوه والاخوات جميعا انهم تحملوني، وانت تحملتني كل هذه الفتره الطويله. لا لا بالعكس، لا اتمنى ما اكون ثقيل على ضيوفك. لا بالعكس بالعكس، انا اتمنى انه تكون محاضراتنا مستمره، والفكره اللي برايي انه نسوي سلسله بعدين ممكن نتناقشها، انه سلسله عن القضايا الاساسيه في الدين الاسلامي، قضايا الاشكالات الرئيسيه، انه ما دام انت باعتبارك انت متخصص في هذا المجال ولديك صوت واضح وقراءه دقيقه لهذه الامور، انا اعتقد مثلا موضوع الاسلام والديمقراطيه، مثلا مواضيع كثيره اقترحها بعض الاصدقاء، فنتحدث بهذه القضايا بها شويه اكثر عمقا من القضايا المعتاده. موضوع الاسلام والديمقراطيه انا اصلا يعني في لي فيها بحث كامل متكامل، ويعني وكنت شغلت فيها من سنوات طويلة جدا، وكنت ولا زلت أعتقد بأن هناك يعني مغالطات كبيرة في هذا الكلام، ممكن أننا في قادم الأيام نتكلم فيها بإسهاب وفي تفاصيل، ونأتي بالنصوص ونأتي بأقوال المدارس اللي موجودة فيها، ونأتي بالمعارضين ونظرتهم والنظرة الإسلامية أساسا من الابتداء هي كيف هي، من خلال معالجة النصوص الأساسية، ثم بعد ذلك نناقش المناهج المختلفة التي في واقعنا وماذا يقولون في بعض وكيف ينظرون إلى الديمقراطية يعني. نعم بالعكس، هذا موضوع ممتاز جدا وشيق وبتفاصيل كثيرة، يا ريت. احنا الهدف هو كما قلت انت، هو مشروعك ومشروع الجميع، انه ننور الناس، نوضح الأمور وبطريقة تترك الحرية لهم في ان يختاروا ما يختاروا. شكرا جزيلا استاذ محمد صالح، واتشرف كثيرا بوجودك، وانا يعني انا اتذكر انا علاقتي بك من سنوات يعني بل الشرف لي يا استاذ، ومثلي يعني اتشرف دائما بامثالكم، ويعني انت قامه وقيمه ويعني مكانه وشهاده وخبره وفلسفه وكل شيء. اشكرك. انا يدوب انا عشت بين هذا الهبل يعني، ما عنديش حاجة. لا لا لا، أنا شوية خلصت منها يعني، ما عشت فترة دينية، ما مريت بهاي الفترة الدينية ولله الحمد طبعا. أنا الناس يسألوني يقولون أحيانا يدخلون ويريدون أن يدخلوا معايا في نقاشات علمية فيزيائية كيميائية فلسفية، أقول لا لا لا، أنا أناقش فقط هذا الهبل. إحنا
انا كرجل يعني متخصص في الدراسات الاسلاميه ما عندي امكانيات اني ادخل في اي موضوع ثاني، احنا ناس هبل في الحياه يعني، انا فقط نعرف كيف نذكر لك الشريعه يعني فقط. لا انا افهمك يعني، بالعكس هذا انا بالبارحه من تحدثت عن هذا الموضوع انت يعني بالفعل تاثرت جدا، يعني تاثرت انه مدى الحيف او الـ او الـ او الـ او الـ او الـ او الغبن الذي تتعرض له الملايين من البشر، وانت واحد منهم، انت كنت مخلص وتحاول ان تفهم ما يجري وتحاول ان تصل الى الحقيقه مخلصا، ومع هذا كل ما زدت اخلاصا كل ما اتضحت لك الامور غير ما تحب وغير ما ترغب. بس بالعموم انا اشعر بانه انت الان فرحان بحريتك، فرحان بانك نلت حقوقك، وان هذه الحقوق هي حقك، ان انك تستحق هذه الحقوق. رغبتنا بان الناس يدافعون عن حقوقهم، يدافعون عن انسانيتهم، يدافعون عن هذا الجوهر العظيم او الفكره او المنحه العظيمه التي منحت لهم، ولا يعتبرون هذه المنحه اللي هي حريتهم وذاتهم هي شيء غير جدير بالاحترام ويجب مقاومته. انا اعتقد انه واجب الجميع الان ان يقتربون من انفسهم، يحققون ذاتهم، وبعد ذلك فليتدين، لكن المهم لا يخسر ذاته. شكرا جزيلا استاذ، وأتشرف، وشكرا جميع الاصدقاء اللي تواصلوا معنا، واسف لربما سهرناهم. مع السلامه.